أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة متجددة من برنامجكم 10/40. البرنامج بلا شك بيضيف كل يوم ناس كتير جداد بيتفرجوا عليه، والتساؤل اللي بيوصل لنا تقريبا أسبوعيا هو ليه البرنامج اسمه 10/40. يمكن دي الحاجة اللي عايز أبتدي بيها النهاردة وأقول لحضراتكم إنه ليه البرنامج ده سميناه 10/40 وإيه محاور الارتكاز بتاعته فعليا. البرنامج بدأ تقريبا من سنة وشوية، لكن كل يوم بيوصل لنا حاجات كتيرة جديدة والناس بتسأل ليه الاسم دوت. أول حاجة 10/40 ده في الحقيقة هو خطين العرض اللي بيقع ما بينهم كتير من بلدان العالم النهاردة اللي لم تعرف الإنجيل. حضراتكم لو شفتوها على الشاشة اللي قصاد حضراتكم هتلاقوا إنه خط 10 في الجنوب خط عرض وخط 40 في الشمال، بيحووا ما بينهم أكتر من 95% من الناس اللي لسه إنجيل المسيح ما وصل لهمش بطريقة كبيرة بطريقة واضحة في المجتمعات بتاعتهم. الأغلبية من المسلمين والهندوس والبوذيين. كمان أكتر من 90% من الناس اللي تحت حد الفقر في العالم كله موجودين برضو في المنطقة دي. والله عنده اهتمام غير عادي بالناس المحتاجة. المسيح نفسه قال إنه هو أتى علشان خاطر يبشر المساكين. روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمسبيين بالعتق، المأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر. عشان كده الله بيهتم جدا بالناس اللي بيعانوا في هذا العالم. والفقر مش بس فقر مادي، لكن كمان فقر نفسي وروحي، والله بيحب إنه يسدد كل الاحتياجات ديت. لكن لأن احنا مؤمنين جدا إنه مجيء المسيح اقترب، وإنه دورنا كقناة إن إحنا نكون بنساعد حضراتكم وبنساعد المشاهدين إن إحنا ندرك علامات الأيام الأخيرة ديت. جزء من المهمة العظمى اللي الله حطها على كنيسته في الأيام الأخيرة إنه يكرز ببشارة الإنجيل في هذا العالم، في المسكونة كلها، ثم يأتي المنتهى. عشان كده إذا كانت المنطقة دي من العالم هي أكتر منطقة فقيرة مادياً وفقيرة روحياً، يبقى محتاجين جداً إن احنا نكون مهتمين بما يحدث داخلها وبمعاملات الله اللي بتحصل مع الساكنين في هذه المنطقة من العالم، وإزاي إن هي بتأثر وإزاي كمان بتتأثر بكل ما يحدث في العالم كله. الحاجة كمان المهمة قوي إنه المسيح قال إنه إذا جاء على الأرض هل سيجد الإيمان على الأرض؟ يا ترى الإيمان اللي تركه مع الرسل وهو بيقول لهم اذهبوا للعالم كله عشان خاطر تكرزوا وتعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وتعلموهم كل اللي أمرتكم بيه، يا ترى هذا الإيمان لما يأتي المسيح هيجده على الأرض ولا لأ؟ فبالتالي محتاجين كمان إن احنا نكون بنوعي وبنتكلم على الإيمان المستقيم اللي سلم مرة للقديسين، وأيضا الله يريد وهو بيأتي إنه يجد كنيسته بتعيشه، بتؤمن بيه، بتعتقد بيه، لكن ده بيمثل شريان الحياة بالنسبة لها. حاجة كمان مهمة إنه جزء من أهداف البرنامج دوت إن إحنا على ضوء اللي بيحصل في العالم كله، إن كان مجيء المسيح اقترب وإن كان إحنا في وقت النهاية زي ما بيقول الكتاب وزي ما بيقول الرسول بطرس في رسالته الأولى، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم. إذا كانت كل العناصر دي هتحتل محترق، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم. فبالتالي إزاي ربنا عايز يعدنا على المستوى الإيماني، لكن كمان على مستوى الحياة، على مستوى إزاي نقدر نتجاوب مع السيزون، إزاي نقدر نتجاوب مع الله اللي بيقوله النهاردة للكنيسة العامة في العالم، بيقول إيه، ماذا يقول الروح للكنائس، وإزاي نقدر إن إحنا نتجاوب معاه. فكل دي أهداف من الأهداف الأساسية للبرنامج هدف كمان مهم قوي وهو التوعية. كتير مننا بيعيشوا في ضمن أجواء مغلقة، ضمن كبسولات. الكبسولات ديت هي عيلتهم، شغلهم، بيتهم، كنيستهم، الأحداث اللي بتحصل حتى في بلادهم، يمكن في المنطقة اللي حواليهم. لكن كتير قوي إحنا مش واعيين الله كيف يتحرك في العالم. وطول ما النظرة القصيرة الصغيرة الضيقة ديت هي اللي بتسيطر على مفاصل التفكير بتاعنا، فعلياً مش هنقدر نتجاوب مع اللي الله بيعمله في العالم كله. الله بيتحرك بطريقة عجيبة وهائلة في العالم النهاردة، وبيتحرك خارج الإطار اللي أي جماعة أو أي كنيسة أو أي طائفة حطته كشكل إزاي الله بيتعامل، إزاي يجب إنه يتعامل. الله دايماً بيكسر كل الحدود ديت، والله كمان عايز يفتحنا علشان خاطر نقدر نخرج بره أجواءنا الضيقة، علشان نشوف بيعمل الله في العالم إيه، بيعمل إيه في الصين، بيعمل إيه في جنوب شرق آسيا، بيعمل إيه مع الكنيسة المضطهدة في نيجيريا، بيعمل إيه في مجاهل أفريقيا، بيعمل إيه في أمريكا الجنوبية اللي بتشهد النهاردة انفجار روحي غير عادي. الحاجات دي كلها بتخلي عينينا تتوسع، بيخلي قلوبنا تقدر تصلي على نور، بيخلي كمان الله يقدر إنه يخرجنا من خارج قوالبنا الضيقة جدا عشان خاطر نخرج للحرية بتاعته. كتير قوي ما بنحد ربنا ولا نتخيل إنه ممكن يكون بيتحرك خارج إطار معين، لكن لما بنشوفه بيتحرك خارج إطارات إحنا يمكن نكون حطيناها له سواء في حياتنا أو في طوايفنا، ده كله بيفتح عينينا، فنقدر نقبل الناس ونقبل الآخر، ونقبل إن الله بيتعامل مع الناس بطرق مختلفة، ونقبل إن في طرق عبادة مختلفة، ونقبل إنه في معاملات إلهية المسيح بيعملها مع أعضاء كنيسته في العالم بطريقة تختلف وتتحدى تماما كل الثوابت، كل الهياكل الفكرية اللي احنا حطيناها. لما الله يتعامل بيتعامل ازاي، ويفضل الله يفاجئنا كل يوم بأنه هو خارج حدود الصندوق اللي أنا حطيته فيه. ففي الحالة ديت بنخرج إلى هذا الرحب، وبنقدر نشوف معاملات عجيبة جدا من الله في العالم كله. علم الاقتصاد ليه فرعين رئيسيين، حاجة بيسموها المايكرو ايكونومكس وحاجة بيسموها الماكرو ايكونومكس. الماكرو ايكونومكس معناها ايه؟ معناها انه في ناس اقتصاديين تخصصهم ان هم يبصوا على اللي بيحصل في العالم، يبصوا على الاقتصاد العالمي، يبصوا على متغيرات الاقتصاد دوت، يشوفوا فين المناطق العالية والواطية، يشوفوا ازاي ممكن الاقتصاد العالمي البروجيكشنز بتاعته لمدة سنين جاية يكون ماشي ناحية ايه، يبتدوا يفسروا ويشوفوا ايه الانماط او الترندز اللي ماشية وماشية رايحة ناحية ايه. لكن كمان في المايكرو ايكونومكس. المايكرو ايكونومكس ديت متخصصة في الدخانيق بقى الصغيرة والتفاصيل بتاعة الاقتصاد، وازاي انه الماكرو ايكونومكس دوت يقدر يتفصل على حياة بلد، حياة محافظة، حياة سيتي، حياة مجموعة من الناس، وحياة الأفراد. ويبتدي الاقتصاد دوت يعني يتحرك والإنسان يقدر يفهمه من خلال الضوابط ديت. نفس الشيء أنا عارف إنه مرات كتيرة قوي إحنا كنا بنتكلم على النبوات في الكتاب المقدس وما سيحدث، وبنشوف قد إيه إن كل القطع بتاعة البازل عمالة بتتساقط في مكانها علشان خاطر ترسم الشكل العجيب جدا اللي الله اتكلم بيه في النبوات، سواء في دانيال، في حسقيال، في الأنبياء الصغار في أرميا، الحاجات الرائعة جدا اللي كنا بنناقشها طول الفترات اللي فاتت، وهنستمر إن شاء الله إن احنا نعمل كده، وبنعمل برامج متخصصة ليها كمان. سفر الرؤية بيرسم لنا صورة عن العالم في نهايته هيكون شكله إيه، لكن الحاجات دي كلها ممكن مرات كتيرة تتحول إلى مجرد intellectual debate، تتحول إلى مجرد استمتاع فكري وحاجات جديدة، وناس يمكن ما بتسمعهاش في برامج كتير أو ما تعودتش تسمعها، أو بالنسبة لها غريب، أو بالنسبة لها تلت الكتاب المقدس اللي هو نبوات يمكن يكون طلاسم ما تعرفش انها تفسره ازاي، بتشوف اسماء كتيره قوي وفلان ولد فلان وانسال. طيب الكتاب بيقول انه ما فيش واحده من دولت بلا معنى، ما فيش لا حرف ولا نقطه في الكتاب المقدس من غير معنى. ففهمنا للنبوات بيدينا المنظور الكبير اللي هو الماكرو ايكونومكس اللي بقول عليه، لكن لو ده ما ترجمش إلى مستوى طيب كنيستنا هتعمل إيه؟ طيب جماعتنا الصغيرة هتعمل إيه؟ طيب أنا كفرد هعمل إيه؟ إزاي حياتي هتتغير بناء على المعطيات ديت؟ هو ده المايكرو ايكونومكس. فالنهاردة هيبقى عندنا رحلة بنتجول فيها أكتر فيما يحدث في العالم الآن، علاقته إيه بالنبوات، لكن في نفس الوقت دورنا إحنا على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي مفروض يكون شكله إيه. النهاردة الحقيقة حلقة مهمة جدا، لأنها بترسم لينا خيوط تحركات الله في العالم، وزي ما يكون ربنا دايما ahead of the game، عمال بيدي لكنيسته ويرملها كده الأسرار بتاعته علشان خاطر تلتقطها وتبتدي تتحرك على أساسها. ففي الحالة ديت تبقى كنيسة حية، ويبقى حضور الله فيها فعلا مغير للعالم من حواليها. التليفونات هتكون مفتوحة طوال الحلقة لأي حد إن هو يحب إن هو يسأل. في أسئلة كتيرة بتوصل لينا عن طريق الفيسبوك وعن طريق الإيميل وعن طريق مكالمات التليفون وعن طريق الSMS. كل الحاجات دي بنجمعها. أنا عارف إن إحنا في حلقة سابقة اتكلمنا على بعض هذه الأسئلة، هنكملها في حلقات قادمة إن شاء الله. إحنا مش ناسينها والأسئلة عمالة تتراكم، لكن اللي عايز أقوله النهاردة إنه شعورنا إنه مهم قوي إنه في إطار كل الحاجات دي إنه السؤال يكون طيب إحنا مين ورايحين ناحية إيه ورايحين فين. عشان كده أحب إن إحنا نبتدي النهاردة بفيديو بيتكلم على الإرهاب الإسلامي في العالم النهاردة. الإسلام رايح ناحية فين وبيحاول يعمل إيه، وإيه اللي بيحصل مع داعش، إيه اللي بيحصل في الموصل والرقة والحاجات دي كلها. واحد من الأسئلة اللي جات لنا هي إذا كان داعش النهاردة شكلها بتنتهي، طيب مصيرها هيكون إيه ولا رايح لغاية فين؟ النهاردة نحاول نجاوب على بعض الأسئلة ديت، لكن الأهم من كده كمان بناء على المعطيات ديت إحنا كمان دورنا عمليا يكون إيه، علشان خاطر نبقى مش بس فاحصين الكلمة لكن كمان عاملين بالكلمة. خلونا نشوف مع بعض فيديو بيتكلم على الإرهاب الإسلامي في العالم ونرجع مع حضراتكم نتناقش فيه. هل ستشهد الولايات المتحدة نوع الهجمات الإرهابية التي هزت أوروبا مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة؟ بعض الخبراء في الإسلام والإرهاب نبهوا إلى أن الأمر وارد جدا إذا فتحت الولايات المتحدة أبوابها لاستقبال اللاجئين من الشرق الأوسط بلا قيود. القارة الهادئة تحولت إلى أرض معركة، والإرهاب الإسلامي يجتاح أوروبا. هل هذا تصور لما سيحصل في أمريكا؟ مفوض الشرطة السابق بيل براتون قال إن نوع الهجمات الإرهابية في أوروبا آت إلى الولايات المتحدة. الخبير في الإسلام روبرت سبنسر يوافق. لا يوجد شك في هذا على الإطلاق. الحقيقة هي أنه حيثما توجد أعداد مسلمين ضخمة يوجد معها صراع، والسبب هو أن العنف حسب قوله يتدفق من القرآن نفسه. يقول القرآن: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. داعش تصور عمليات قطع الرؤوس لترهيب العالم، كما يقول العدد الرابع من السورة 47، وهذا لا يعني أن جميع المسلمين سيفعلون هذا. لا شك بأن هذا النوع من الإرهاب سيحصل في الولايات المتحدة عندما يصبح المسلمون هنا بأعداد كافية. ما يساعد على هذا هو سياسة اليسار ضد معارضي الهجرة الإسلامية غير المنضبطة، بحيث يصفونهم بالعنصريين ويتظاهرون ضدهم مستخدمين العنف. أمريكا اعتادت على قيادة الدول، ولكن في مسألة اللاجئين المسلمين واللياقة السياسية وقمع حرية التعبير، فما تشهده أوروبا ربما ينتظر أمريكا في المستقبل. الشيء الأكثر أهمية لأمريكا هو أن تتوقف عن التفكير بأنها آمنة ونحن في ورطة. الكاتبة الأمريكية نادرا بولور هاجرت إلى فرنسا قبل 44 سنة لكونها آمنة أكثر من أمريكا، ولكنها لم تعد كذلك. من غير المسموح لنا القيام بإحصاءات عرقية، ولكن الناس يعرفون مصدر العنف ومن أين يأتي. لدينا هنا نسبة سكان مسلمين ضخمة، وهذه النسبة تتضمن أشخاصا جيدين جاءوا ليعيشوا بحرية، كما أنها تتضمن جهاديين وإسلاميين يستخدمون العصابات الهمجية لإضعاف ديمقراطيتنا. بعد أن تقوم العصابات الهمجية بترهيب الناس، تتهمهم بأنهم يعانون من رهاب الإسلام. دولة السويد القليلة السكان يوجد فيها عدة آلاف من المسلمين المتطرفين، وهي تواجه أزمة مالية بسبب استقبالها الكثير من المهاجرين المسلمين. المواطنون السويديون يدفعون حرفيا لاستضافة إرهابيين. ربما سياسيون أغبياء جدا ولا يفهمون ماذا سيحصل عندما يحضرون إلى هنا الكثير من الناس الذين هم من ثقافة مختلفة كليا. هذا أمر ممكن، ولكنني لم أعد أؤمن به الآن، ولا أقصد هذه الحكومة فقط، فقد مضى على حصول هذا 30 و40 سنة. لربما أن قادة السويد لا يهتمون. رئيس وزراء سابق قال إن الثقافة السويدية كانت تستحق المحافظة عليها. مسلمون كثيرون جاءوا إلى الغرب من أجل الديمقراطية والاندماج في المجتمع والعيش بسلام، ولكن توجد علامات مثيرة للقلق، كاستطلاع رأي جرى في بريطانيا أظهر أن ثلثي المسلمين لن يخبروا الشرطة عن المتطرفين. هذه كان مقررا أن تكون مسيرة سلام لألمان مسلمين لإظهار معارضتهم للإرهاب، ولكنها فشلت ليس فقط بسبب الأعداد الصغيرة، بل لأن معظم المتظاهرين لم يبدو عليهم أنهم مسلمون، لأنهم لم يكونوا كذلك. قال سبنسر إن بعض المسلمين يأتون كمستعمرين لأسلمة الغرب، وهذا موجود في القرآن أيضاً. العدد 100 من السورة الرابعة في القرآن يعد بمكافآت كبيرة لمن يهاجرون في سبيل الله ويموتون في أرض جديدة. تعرض سبنسر للتسمم الشهر الماضي في أثناء جولة في آيسلند بشهادة فحص طبي، وهو يعتقد أن يساريين تظاهروا ضد زيارته فعلوا هذا الأمر. عنف اليسار ضد المحافظين هاجر أيضا من أوروبا إلى الولايات المتحدة، وخاصة مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا. مجموعة أنتيفا المعادية للفاشية هي إنتاج أوروبي. معارك شارعية مثل هذه شملت مؤيدين لترامب ويساريين، حصلت أولا في أوروبا. في العام 68 أقيل عضو البرلمان البريطاني إنوخ باول بعدما توقع أن هجرة جماعية من دول ليست غربية ستؤدي يوما ما إلى أنهار من الدم. سبنسر حذر من فيضان هذا النهر باتجاه أمريكا. هذا الأمر حصل حيثما ذهب المسلمون. لماذا نفكر بأنه سيتم استثناؤنا؟ لماذا نفكر بأن الأمر سيكون مختلفا معنا؟ الإسلام الذي تم تعليمه في مساجد أمريكا هو نفس الإسلام الذي تم تعليمه في مساجد أوروبا والشرق الأوسط. إنه نفس القرآن ونفس محمد ونفس الإسلام، وسيحصل هنا ما حصل في كل مكان من العالم. زي ما حضراتكم شايفين نظرة عامة على الهجرة الإسلامية وعلى الإرهاب الإسلامي. حاجة من الحاجات اللي نفسي إن أنا يعني أكون بتكلم عنها بوضوح شديد جدا، إنه كثيرين من أحبائنا المسلمين يهمهم جدا إنه الخلافة ترجع. هتقولي الأغلبية ناس طيبين، ناس بيفكروا إزاي يربوا ولادهم، يحطوهم في مدارس كويسة، يبقى عندهم حاجة عنهم لما يكبروا وهكذا يستمروا في دورة الحياة. وأنا متفق جدا مع حضراتكم، لكن كل دوت لأنه لمدة طويلة قوي موضوع الخلافة الإسلامية ما تمش من بعد ما السلطة العثمانية راحت وضاعت، وكان في تشكيك كبير حتى من أنه أهليتها أنها تكون بتحمل لواء الإسلام في الوقت دوت، ولكن كانت التعبير الوحيد اللي موجود. لكن فكرة الخلافة الإسلامية دي ما هياش مجرد اقتراح عند كثير من المسلمين، يمكن ما يكونوش بيقوموا بدور عملي قوي في ان هم يعني يفجروا نفسهم او يحاولوا يعملوا حاجات بالشكل ده، لكن قادتهم بيتحركوا من وراء الستار عشان خاطر يجهزوا الدنيا والعالم للموضوع دوت. كنت في خلال شهر رمضان يعني حريص ان انا مثلا اخد لي كده كل يعني اسبوع ساعتين ثلاثة اقعد اشوف على الانترنت المسلسل بتاع الجماعة 2، واحاول ان انا اشوف يا ترى ايه محاور الارتكاز الفكرية، ازاي الناس ديت مخها اتغير وبقى عندها استعداد ان هي تموت وتموت الناس معاها. شيء أصيل جدا من محاور الفكر الإسلامي. حاجتين مهمين قوي، أنا اتكلمت عن الموضوعات دي يمكن قبل كده لكن هقولها بعجالة لأنه دوت هيقودنا للنقطة اللي بعدها. طيب النهاردة مع فشل داعش إن هو يكون الدولة الإسلامية، يا ترى ده معناه إيه؟ وهل هيختفي ولا لأ؟ أنا عايز أقول إن الدعامتين اللي هتكلم عليهم دلوقتي دولت مش بس محاور ارتكاز، لكن حاجات مش هتضيع مع كون دولة عثمانية كانت موجودة وانتهت مع موجود الدولة الإسلامية أو الآيسيس أو داعش موجودة أو مش موجودة. الأمر ده أمر عميق جدا في فهم الأساسيات بتاعة الإسلام. أي نبي بتثبت نبوته عن طريق إن هو بيعمل معجزات أو آيات أو حاجات تثبت للناس كده، أو إنه بيقول حاجات هتحصل، ويمكن ما حصلتش المعجزات دي على مستوى باين خالص مع رسول الإسلام، لكن قال على نبوات. النبوات ديت في نبوتين ما تحققوش خالص لمدة 14 قرن. نبوة منهم مرتبطة بآخر الزمان، لأن هو في حديث من الأحاديث قال إنه لما ترفع النبوة هتأتي خلافة راشدة. عشان كده الأربع خلفاء الأولانيين أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بيسموا الخلفاء الراشدين لغاية لما جه الحكم الأموي. لكن رسم كذا صورة إنه إزاي الأربع مراحل اللي هي تعدي عليها الدولة الإسلامية إلى آخر الزمان، وإنه قال إنه في آخر الزمان لابد أن تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة. خلافة راشدة على منهاج النبوة أكثر يعني ارتباطاً بالنبوة حتى من الخلفاء الراشدين نفسهم. فخلافة راشدة على منهاج النبوة، وهيكون معاها هيجي نبي يعني المسيح الكذاب، وهيبقى فيه المسيح هينزل في آخر الزمان، والنظرة الأخروية الإسلامية ديت مع المهدي المنتظر والشيعة بيقولوا إيه يعني التداخلات ديت. فموضوع الخلافة لكل شخص مسلم فاهم كتابه ملتزم بيه هو فعلا موضوع، مش موضوع ثانوي زي ما الناس بتفتكر. عشان كده لما الناس بتتعمق قوي بتبتدي ترتبط بأن هو ده حلم المسلمين كلهم، أنه الله يحكم الأرض، إنه الحاكمية تكون على الأرض لله، مش للديمقراطية، مش لحكم الناس، مش لحكم العسكر، مش لحكم الرؤساء. القوانين الوضعية دي كلها مفروض إن هي تنتهي، واللي يحكم بلادنا ويحكم العالم كله هو الحدود والقوانين الإسلامية بتاعت الشريعة. فالحكاية دي بالنسبة لأي شخص مسلم ملتزم فعليا هي حاجة أصيلة جدا. فاللي بيعمله آيسيس والدولة الإسلامية وغيره ما هوش مرتبط بس بظاهرة اسمها داعش، لكن مرتبط بهذا الحلم الضخم جدا. الحاجة التانية هي فتح روما، فتح روما بالذات. خلينا نشوف مع بعض فيديو صغير بيتكلم عن الموضوع دوت ونرجع نعلق عليه، لأنه المحورين دولت عمرهم ما هيروحوا حتى لو داعش راح. فدوت هيدينا فهم ومنظور يا ترى الوضع اللي جاي شكله إيه، يا ترى إيه علاقة دوت بالنبوات اللي اتكلمنا عنها، ويا ترى دورنا مفروض يكون شكله إيه، ونتكلم فيها شوية كمان على موضوع الهجرة. يتوقع المسيحيون عودة المسيح قريبا بناء على نبوات واضحة. المسلمون أيضا يعملون على تمهيد الطريق لظهور المهدي المنتظر. لذلك تخطط داعش لاحتلال روما كونها مفتاحا رئيسيا لتحقيق نبوة القرآن بحسب اعتقادهم ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات. لدى الدولة الإسلامية مخطط لاحتلال روما. يبدو الأمر جنونا، ولكن داعش تؤمن بأن احتلال روما في صلب مهمتها وضروري لتحقيق ما يعلمه الإسلام عن نبوة محمد والتحضير لعودة المسيح المسلم المهدي. روبرت سبنسر مؤلف كتاب The Complete Infidels Guide to ISIS دليل الكفار الكامل لداعش. داعش تعتقد أن روما واحدة من أهدافها الرئيسية وهي على جدولها الزمني، فهي لها جدول زمني بحيث أنه بعد 10 سنوات بحلول العام 2025 تأمل بأن تصل إلى هرمجدون، المعركة الأخيرة بين الخير والشر أو بين المسلمين وغير المسلمين، وأن المعبر الرئيسي لهرمجدون هو احتلال روما حسب اعتقادهم في السنوات 5 المقبلة بحلول العام 2020. العلماء المسلمون يقولون إن محمد تنبأ بأن مدينتين رومانيتين عظيمتين سيتم احتلالهما، القسطنطينية وروما. الأولى هي مدينة اسطنبول الإسلامية اليوم، ويبقى احتلال روما. بعد احتلال روما حسب هذا الرأي في السنوات 5 المقبلة إسرائيل ستكون التالية، وفي الوقت نفسه سيحتلون أيضا العربية السعودية وإيران. وقبل أن تضحكوا خذوا بالاعتبار أن أول مرحلة من مخطط داعش لأخذ روما قد تكون جارية عبر إغراق أوروبا بمقاتلي داعش تحت ستار أزمة اللاجئين. إنهم لا يتحدثون عن تحقيق هذا بواسطة جيوش تقليدية، إنهم يتحدثون عن اكتساح هذه البلاد عبر متعاطفين من الداخل، بالإضافة إلى تدفق أشخاص آخرين من الخارج. داعش كشفت جزءا من الخطة في نشرتها Black Flags from Rome أعلام سود من روما، بحيث تستخدم خلايا نائمة وتتوقع معونة مسلمين يخدمون في جيوش أوروبا ومتعاطفين غير مسلمين، وستطلق أيضا صواريخ على إيطاليا استولت عليها من أرض المعركة. هذا تهديد غير مقلق بالنسبة للإيطاليين وخبير السياسة الخارجية إيمانويل أوتولينجي. يجب أن يكون القلق متكافئا مع واقعية التهديد. الدولة الإسلامية لا تشكل هذا النوع من التهديد اليوم، وقال إن أوروبا تواجه مشاكل ضاغطة أكثر بسبب داعش. أعتقد أن التهديد الأكبر بكثير الذي يقلقنا داخل أوروبا هو إرهاب الذئب المتوحد الذي يتآمر لشن اعتداءات إرهابية ضد مدرسة، ضد سوبر ماركت، ضد مركز تسوق، وضد مطار. من الصعب رؤية كيف أن داعش يمكنها احتلال مدينة من 3 ملايين شخص في دولة من 60 مليون شخص، ولكن ليس صعبا رؤية داعش تقوم بمحاولة. فتح روما كان هدفا أوليا منذ بدء الدولة الإسلامية. يعتقدون أن فتح روما سيكون العلامة الكاملة لتفوق الإسلام على المسيحية والتغلب على المسيحية، ويرون أيضاً أن سقوط روما بحسب جدول زمني أخروي سيبلغ ذروته في معركة قريبة من بلدة دابق السورية، وهي نسختهم عن هرمجدون. ويظنون أنه عندما تحصل معركة دابق النهائية التي يرون أنها ستحصل في غضون 10 سنوات من الآن في العام 2025 سيحارب المسلمون غير المسلمين في هذه البلدة في شمال سوريا، ثم أن المسيح ونبي الإسلام والمهدي سيعودون إلى الأرض ويعملون معا على غزو وأسلمة العالم. إذا نجحت خطتهم بالنسبة لروما، تقول داعش إنها سترمي المثليين جنسياً من قمة برج بيزا المائل، ولكن الهدف الرئيسي هو مدينة الفاتيكان في روما، والحدث الرئيسي كما يرونه هو قطع رأس البابا في ساحة القديس بطرس، بحيث يكون البث مباشراً ليراه المشاهدون حول العالم. معنا الأستاذ محمود من كاليفورنيا. أهلاً بحضرتك يا فندم، حضرتك على الهواء، تفضل. تحياتي يا دكتور اليوم. أهلا وسهلا بيك. ولكل العاملين في برنامجكم، وللأستاذ هاني خصوصا كمان، حتى من شايفينه لنا مدة. ومن خلالك بنبعث تحية لكل إخواتنا المسلمين بعيد مبارك في عيد رمضان. وسؤال لحضرتك كمان إذا ممكن إنه نبعث تحية وتهنئة لأهل الموصل في العراق بتحريرهم اليوم من داعش. وأملنا ونداءنا وحلمنا من خلال حضرتك بسؤال بريء، إنه كيف راح يكون وضع الإنسانية في موضوع الحرب القادمة. الآن بدأت تشتعل الآن في هاليومين اللي أنا بكلمك فيهم الآن بالسعودية، تقسيم السعودية ل6 دول وتقسيم الإمارات ل3 دول، والآن بدأت الحرب بينهم. وقبل ساعتين وضع الأمير محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية صراع الأجنحة بعائلة السعودية. موقف مصر والكنيسة وفرقة الكعب اللي قال عليه السيسي حيكون ازاي، والضحايا حيكونوا ازاي الآن. قوتين عظمى للشر، الوهابية والصهيونية في إسرائيل، والسعودية الآن باتفاقهم. الأبياء والكنيسة القبطية وين حيكونوا، والضحايا الأبرياء في السعودية من الديانات الأخرى كيف راح يكون موقفهم بالصراع الأجنحة بالسعودية والإمارات. الحرب الأهلية الآن اللي حتشتعل آخر الشهر هذا. أتمنى الجميع يسمع كلامي، هو تحذير إنساني للحرب الأهلية الطاحنة الآن بدأت في السعودية والإمارات. مصر والكنيسة وين راح يكونوا، وفرقة الكعب مرة ثانية لحماية الأبرياء. ونسمع رأيكم وشكرا لكم. أشكرك جدا أستاذ محمود على سؤالك. الحقيقة أنا يعني سمعت الخبر دوت على وسائل التواصل الاجتماعي. الحكومة السعودية أنكرت أنه في أي إقامة جبرية للأمير نايف اللي هو ولي العهد السابق، اللي هو يعني الأسبوع اللي فات اتغير وبقى محمد بن سلمان الأمير، اللي هو كان ولي العهد ووزير الدفاع، بقى هو النهارده ولي العهد ونائب رئيس الوزراء، وأيضا احتفظ بوزارة الدفاع. فيعني ما عندناش أي حاجة بتؤكد كده غير بعض الحاجات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي السعودية نفسها نفتها يعني. وحتى الأمير نايف هنى الأمير سلمان. هل دي حاجات بروتوكولية؟ لكن في حاجات بتحصل تحت الستار بالتأكيد ممكن تكون. ما عندناش حاجة تجزم بكده، لكن نقدر نقول أنه ده محتمل جدا. موضوع تقسيم السعودية وموضوع دوت يمكن اتكلمت عنه في حلقة سابقة، يمكن من 6 7 8 شهور، مش فاكر دلوقتي، لكن في الرينج دوت يعني. أنه في مقالة جت في نيويورك تايمز في متهيألي 30 سبتمبر على ما أنا فاكر من 2016، فيها بتتكلم على تقسيم السعودية إلى 5 أو 6 مناطق بحسب البنية السكانية بتاعتها والتوجهات من ناحية الشيعة والسنة والقبلية والعشائر وحاجات زي كده. هل ده ممكن يحصل؟ هل هيحصل إزاي؟ يعني ما حدش يقدر يتكلم عنه دلوقتي، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة هنكون بنتكلم على أرض ديدان، بنتكلم على المنطقة بتاعة أدوم، بنتكلم على منطقة ديت اللي هي فيها النهاردة شبه الجزيرة العربية، طبعا اليمن اللي هي التيمن، ويمكن قبل كده قلنا بعض الحاجات عن الإمارات اللي هي العربية زي يعني القطر والبحرين والحاجات دي يعني اتكلمنا عنها شوية قبل كده، لكن اللي أنا عايز أقوله إنه في كل الأحوال اللي بيحصل النهاردة بلا شك متاخم لمصر. الحقيقة الكنيسة في العالم كله مش بس كنيستنا القبطية مفروض إنه يبقى عندها موقف ضد الظلم، ضد الشر، ضد القتل، ضد مظالم الناس، معبرة عنه، لأنه إذا كنا إحنا صوت المسيح ومكتوب عن الرب إنه هو العدل والحق قاعدة كرسيه، فمفروض إن إحنا دايما نكون واقفين ضد هذه المظالم، مش لأن هي مواقف سياسية لكن لأن هي مواقف بتعبر عن محبة الله اللي الكنيسة بتعبر عن قلب وأحشاء المسيح للعالم كله. فده طبعا موقف عام، ما أعتقدش إنه مرتبط بس بالسعودية، من ناحية إن السعودية ما فيهاش أي حرية دينية، من ناحية السعودية فيها بلاد مغلقة تماما أصلا لدخول المسيحيين، فده طبعا شيء يعني يتنافى تماما مع مواثيق العالمية ومواثيق الأمم المتحدة لحرية الإنسان وحرية الأديان وغيره. كون إن مفيش أي كنايس مسموح ليها إن هي تتبني في السعودية، لكن لا أقدر أقول لحضراتكم عليه إنه من خلال دراستنا لنبوات الكتاب المقدس عن هذه المنطقة الجغرافية إن هي منطقة مظلمة، منطقة مظلمة، لكن مش معنى كده إن الله مش بيفتقد ناس كتير في هذه المنطقة برؤى وبأحلام وبحاجات فوق التخيل وفوق الوصف. الله بيتحرك، ومكالمات كتيرة بتجيلنا، وواحدة من البلاد اللي نقدر نقول إن هي يعني على الخريطة الكبيرة من ناحية البلاد اللي بيوصل لنا منها سواء رسائل أو إيميلات أو غيره أو غيره، نقدر نقول إن هي في الوسط. يعني أعتقد أنه المغرب العربي، مصر، بيمثلوا قطاع كبير جدا جدا جدا، لكن في الوسط بتيجي السعودية واليمن والمنطقة ديت بيجي منها رسائل كتيرة، لكن طبعا كتير منها بيبقى تحت الحظر. فيمكن أخونا محمود بيفكرنا علشان خاطر نصلي لأجل هذا المكان في العالم، لأنه الظلمة اللي عليه ظلمة شديدة جدا. يا ترى التقارب المصري السعودي اللي عمال يخش في زجزاج تيران وصنافير، المحكمة الإدارية العليا قالت ما ينفعش والمدة طويلة اتنكس الموضوع دوت، ده سبب انه السعودية حست ان الفلوس اللي دفعتها في الموضوع دوت يعني راحت عليها، حصلت نوع من القطيعة، 6 شهور اتمنع البترول عن مصر، مصر بدأت تتجه ناحية إيران علشان خاطر تاخد بترول، مصر بدأت تكتشف عندها ثروات من الغاز الطبيعي في البحر وعن طريق الشركة الإيطالية إيني اللي هي لقت واحد من أكبر حقول الغاز اللي يمكن بتحمل مخزون عالمي خطير جدا. ما نعرفش ده كله هيؤدي لإيه ده بعد كده، ومجيء ترامب، رغبة ترامب إنه هو يوحد القوة السنية ضد الشيعة، ضد إيران، وضد الإرهاب بتاع داعش اللي بدأ يهدد كمان المصالح السعودية. الحاجات دي كلها والتدخلات ديت خلت السعودية تاني ترجع لمصر. أنا ما اضحكش عليكم بقى، لا مصدق موضوع الأشقاء واللي ما يستغنوش عن بعض والغيره، لا استغنوا بيستغنوا هيستغنوا، طول ما المصالح متفقة أو مش متفقة، ف يعني هترك الأمر ده لوقت تاني. لكن بلا شك هناك مد شيعي رايح من إيران إلى البحر المتوسط، بيعدي بالموصل، بيعدي بسوريا وحزب الله والحشد الشعبي اللي بيساعد الأسد، وماشي رايح ناحية البحر بمباركة روسية. تركيا النهاردة بدأت تقرب من إيران لصالح قطر، فحاجات كتيرة ومتغيرات كتيرة كلها ماشية مع اتجاه النبوة عن إزاي أنه هيتم هذا التحالف في الأيام الأخيرة. عموما يعني الحاجة اللي كنت نفسي أن أنا أعلق بيها على الفيديو اللي حضراتكم شفتوه، أنه موضوع فتح روما دي نبوة اتقالت، ونبوة اتقالت على فم رسول الإسلام، فبالتالي لأنها ما اتحققتش لمدة 14 قرن ففي محاولة دؤوبة جدا. تفتكروا أنه داعش الشخص اللي لما قطعوا رؤوس الشهداء الأقباط ال21 في ليبيا، إزاي أنه الكلام كان عن روما؟ بعض الناس فهموها لأنه ليبيا كانت تحت الاحتلال الإيطالي وكده فهو جاب سيرة روما. لا، هو طبعا بيقصد ما يقصد، وزي اللي حضراتكم شفتوه في مجلة دابق اللي هي المجلة الرسمية لداعش، إزاي إن موضوع فتح روما موضوع أصيل جدا 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 في الفكر بتاع الإسلاميك سكولرز، الناس اللي بيفكروا، الناس اللي بيقودوا. عشان كده موضوع الهجرة ما كانش رايح الناس رايحة هجرة بس علشان خاطر تحصل على الديمقراطية زي ما كثير من الأوروبيين بطريقة ساذجة جدا قالوا كده، لكن هم رايحين هناك لأنه زي ما حصلت الهجرة من مكة حيث كان المسلمون مستضعفون إلى المدينة وهناك تقووا ورجعوا تاني غزوا مكة. الفكرة دي نفسها فكرة أصيلة جدا، سواء عند الجماعات الإسلامية، عند الإخوان المسلمين، عند كل الناس اللي بيحركوا الأمور ناحية كده. عرضت على حضراتكم قبل كده حاجات للقرضاوي بيتكلم عنها أنه تزايد العدد السكان بتاع المسلمين مع وجود الهجرة. ألمانيا في خلال ال3 سنين اللي فاتوا استقبلت حوالي 2 مليون لاجئ من المنطقة المشتعلة ما بين العراق وسوريا. في نوع من الغزو لأوروبا العددي المقصود منه مش بس زرع ناس وسط اللاجئين، لكن أيضاً إنه ازدياد العدد والناس دي لما تستقر. تخيلوا إن 2 مليون وكل واحد عنده الفرصة إن هو يتجوز 4 ويخلف 200 عيل. تفتكروا بعد 20 سنة شكل القارة دي هيكون إيه؟ مع إنه التناقص الشديد جدا في معدلات الإخصاب عند الأوروبيين بصورة خاصة جدا. والهدف الأخير هو إيه؟ فتح روما. فتح روما، فتح روما، لأن هي بتمثل في الوقت اللي كان فيه الإسلام موجود في القرن 7، كانت روما بتمثل أحد مراكز المسيحية الكبيرة في العالم، هي والقسطنطينية. علشان كده لم تتم لمدة 14 قرن، لكن واحدة من الحاجات اللي بتحكم الفكر الإسلامي عند الناس الأصوليين اللي يهتموا جدا إزاي إنه ده يتحقق. طيب ده يقودنا إلى، يعني خلينا نحط الحاجات دي بلوكات كده مع بعض. نمرة 1 إنه الإسلام يريد إنه يسيطر على العالم، والفكر الوهابي وفكر الخلافة ده فكر أصيل بجانب فتح روما. طيب الناس كلها كانت بتعلق آمال ضخمة جدا على اللي ممكن الدولة الإسلامية في داعش إن هي تعمله. كتير من الناس اللي في القاعدة بايعوا أبو بكر البغدادي، نيجيريا وبوكو حرام عملوا كده، الناس اللي في الفلبين وفي آسيا ومجموعة أبو سياف عملوا كده. الناس كتيرة اللي ده الحلم بتاعها. عشان كده لقينا طب إيه علاقة نيجيريا بالعراق بسوريا؟ إيه علاقة ليبيا واللي بيحصل فيها والحاجات دي كلها؟ لأنه بدأ يبزغ الأمل، لأن ده اللي الناس أصلا منتظراه جواها. فلما بتلاقي الأمل دوت بيبتدي يبان على طول بتبتدي إن هي تبايع وتدي، لأنه بقى هنا مركز القوة ومركز الحركة. عشان كده كمان كان في تأييد تركي في الأول للأمر دوت، وحبوا إن هم يستخدموهم لصالحهم، ولكن فسدت الأمور وما نفعتش، لأنه في قوة عالمية كتيرة قوي داخلة في الموضوع دوت. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل في الموصل النهاردة، ونشوف برضو إيه اللي بيحصل في سوريا، وبناء على دوت وبناء على فهمنا العميق للأصول ديت نقدر نشوف يا ترى إيه اللي هيحصل في الوقت اللي جاي. طيب إيه علاقة ده بالنبوات، ودورنا إحنا كجسد المسيح شكله إيه؟ خلونا مع بعض نشوف هذا الفيديو ونرجع مع بعض. الأراضي الخاضعة لداعش غربي الموصل تنحسر على وقع ضربات القوات العراقية. كيلومتر واحد فقط هو ما تبقى لداعش في المدينة القديمة، وذلك بعد أن سيطرت القوات العراقية على المجمع التجاري في منطقة السرجخانة والمجمع الطبي في منطقة باب البيض. داعش يعيش في الموصل أيامه الأخيرة حسب الحكومة العراقية، فعشرات من مسلحيه في المدينة القديمة باتوا محاصرين من كل الجهات، بينما تلاحقهم القوات العراقية من شارع إلى شارع. كما تؤكد قوات الشرطة العراقية بأن داعش فقد روح القتال، وأن الجيش العراقي يوجه نداءات لمسلحي التنظيم يدعوهم للاستسلام. التنظيم المتشدد فجر سابقا جامع النوري ومنارة الحدباء اللتان تحملان قيمة رمزية، الأمر الذي اعتبرته الحكومة العراقية أيضا إعلان استسلام من قبل داعش. هذه المعطيات دفعت قوات الشرطة الاتحادية لإعلان نهاية التنظيم عسكريا، إلا أن المدنيين الذين لا يزالون يعيشون في مناطق سيطرة داعش يمثلون التحدي الأكبر، فآلاف المدنيين محاصرين في المدينة القديمة في مبان مفخخة من قبل داعش، وهناك خشية من إقدام داعش على تفجير تلك المباني. الجيش العراقي على وشك إطلاق رصاصة الرحمة على داعش ويعلن استعادة السيطرة على الموصل، بذلك يكون الجيش العراقي أنهى 3 سنوات من سيطرة داعش على المدينة، لكن فاتورة الحرب كانت كبيرة والمدنيون دفعوا أرواحهم ثمنا لها. فده اللي بيحصل، يعني قلة، هم بيقال إن هم 200 شخص، لكن عندهم دروع بشرية كتيرة من آلاف من الناس المساكين فعلا اللي رزحوا تحت هذا الحكم الجائر اللي بين فعليا لما الشريعة تكون هي القانون بتاع البلاد. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ يا ترى إيه اللي بيحصل في سوريا؟ أول حاجة الجامع اللي هم فجروه ده هو الجامع اللي أعلن منه أبو بكر البغدادي من 3 سنين إنشاء الدولة الإسلامية. هم فجروه، وده يعني بالنسبة لكثيرين رمز إنه من نفس المكان اللي أعلنت فيه الدولة واللي بايعوا فيها الكثيرين من حول العالم، إنه هو كمان النهاردة بدأ يكون مكان الانهيار بتاعهم. يا ترى إيه اللي بيحصل في سوريا؟ الدابق كانت منطقة مهمة قوي بالنسبة لداعش، لكنها فقدت من مدة، من يمكن سنة تقريبا، لأن هم بيعتبروا أنه المعركة الأخيرة بتاعة هرمجدون هتكون في دابق، حتى سموا المجلة الرسمية باسمهم باسم دابق. لكن العاصمة الكبيرة بتاعة الدولة الإسلامية في الشام كله، في العراق وفي سوريا، هي في الرقة. يا ترى إيه اللي بيحصل في الرقة دلوقتي؟ خلونا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع علشان خاطر نشوف طيب يا ترى الدنيا ماشية رايحة ناحية فين. تتقدم قوات سوريا الديمقراطية في معركة الرقة. مصادر عسكرية صرحت بأن هؤلاء اقتربوا من حصار المدينة من كل الجهات، وتمكنوا من الدخول إلى بعض الأحياء في الجهة الغربية من المدينة هناك، حيث لا تزال الاشتباكات مندلعة بين الطرفين. تقدم سريع رغم محاولات تنظيم الدولة الإسلامية استخدام السيارات المفخخة لمنع التقدم. في الصباح الباكر بدأوا بالتفجيرات باستخدام عربتين مفخختين وحتى دراجات نارية، لكن رفاقنا سيطروا على الوضع وتم قتل 16 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية. وبالرغم من التقدم السريع إلا أن وجود المدنيين لا يزال يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية. الأمم المتحدة أعلنت أن نحو 100,000 مدني عالقون اليوم في المدينة مع نقص حاد في الغذاء. بالبيوت والله جوعان عطشانين، لا قطعوا علينا مي، لا مي لا أكل لا شرب، والله الخبز يابس، الفراطة العفن جاناكل العفونة، الخبز المعفن ناكل. الأمم المتحدة تحدثت أيضا عن مقتل أكثر من 170 مدنيا منذ بداية شهر حزيران يونيو، أي مع بداية معركة استعادة الرقة، معركة تسير بشكل جيد تماشيا مع الخطة بحسب الحلف الدولي بريت ماغيرك أثناء زيارته للرقة برفقة قوات سوريا الديمقراطية. القوات اللي في سوريا أساسا بتحارب اللي هي قوات سوريا الديمقراطية دي مدعمة من الولايات المتحدة، وجزء كبير جدا منها من الأكراد. فالأكراد واخدين زمام المبادرة للسيطرة على الأقل على نص أو جزء مش قليل من الموصل والمنطقة ديت، ودي متخمة طبعا لكردستان، وهم بيعتبروا ان كل منطقة هم بياخدوها دي جزء من كردستان الكبرى. ونفسي بس حضراتكم تراجعوا الحاجات اللي قلناها في حلقة سابقة عن الأكراد وعن دولة مادي، وازاي في آخر الزمان ان هي هتكون عندها غنى شديد جدا نتيجة البترول، والنهارده هم بيسيطروا على جزء كبير من منابع البترول اللي موجوده في العراق، بالذات في الشمال مخزون كبير خالص، وكركوك والمنطقه دي كلها، سليمانيه واربيل والمنطقه دي كلها. لكن هم كمان زي ما احنا عارفين الاكراد منتشرين في شمال شرق سوريا، وأيضاً في تركيا بأعداد كبيرة، تقريباً ثلث عدد السكان هناك يمكن بيتراوحوا يمكن حوالي 8 مليون، وأيضاً في شمال العراق، وأيضاً في أجزاء من غرب إيران. فالعملية شكلها ماشي ناحية كده، وفعلياً الأكراد النهاردة أعلنوا في المناطق اللي بيسيطروا عليها دول أكراد، يعني للأكراد مش مستعدين إن هم يسلموها بعد كده. وتفتكروا لما اتكلمنا حتى وشرحنا الموضوع ده من خلال النبوات، اتكلمنا إنه في الأيام الأخيرة الكتاب المقدس بيتكلم على ملوك مادي، مش بيتكلم على ملك واحد، لأنه جغرافيا هم متنطورين، لكن في كل منطقة هم النهاردة أصبحوا القوة الأساسية أو رأس الحربة اللي وقفت قصاد إن داعش تمتد نحو الغرب، والنهاردة هم اللي بيساعدوا على تحرير المناطق ديت زي الرقة وغيرها. فالفيديو اللي جاي دوت بيبين إنه دوت بدأ يقلق قوي 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 تركيا، بدأ يعني شعب توجورما اللي اتكلمنا عنه والتأثير التركي في المنطقة بدأ إن هو يبقى منزعج جدا من الأمر دوت، لأنه احنا عارفين إنه الأتراك وبالذات الحكومة بتاعة رجب طيب أردوغان يعني حاولت بكل طريقة ممكنة إن هي تعمل نوع من الإبادة والتحجيم الشديد للأكراد. شفنا صدام حسين بيبيد الأكراد في قرى معينة عن طريق الكيماوي مرتين، شفنا إن هو كان بيحاول إن هو يفتتهم وخاد ناس كتير منهم علشان خاطر يعمل لهم نوع من التهجير أو الديسبليسمنت عشان خاطر ما يبقوش مع بعض في حتة واحدة. لكن كلمة الله تصدق، واللي الله بيقوله من خلال الروح القدس من خلال كلام النبوة يتحقق، وهو اللي بيتحقق وهيتحقق. راح صدام حسين ولكن بقيت كلمة ربنا، وفعلا الأكراد واخدين رأس الحربة دي وتحت حماية أمريكية مباشرة. فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي دوت عن بعض الحاجات اللي يعني العلاقات التركية الأمريكية مش ناقصة، متوترة قوي. تركيا بتقرب ناحية روسيا، بتقرب ناحية إيران، ماشية مع اتجاه حسقيال 38 و 39. خلينا نشوف مع بعض الفيديو دوت ونرجع علشان خاطر نشوف طيب ده كله هيؤدي لإيه بعد كده. تطمينات أمريكية لأنقرة بشأن توريدات السلاح إلى قوات شكلت فيها الوحدات الكردية رأس الحرب، وذلك بعد أن تلبدت الأجواء بين العاصمتين الرفيقتين في حلف الناتو مع رفض تركيا المطلق لأي عون يقدم للأكراد على حدودها الجنوبية، وأن كان تحت شعار محاربة تنظيم داعش. مصدر في وزارة الدفاع التركية أفاد أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تعهد باسترجاع الأسلحة التي قدمتها واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية بعد هزيمة داعش، كما تضمنت الرسالة تعهدات بأن واشنطن ستقدم قوائم شهرية بالسلاح مع اتخاذ تدابير حازمة لتبديد المخاوف الأمنية التركية، منها أن العرب يشكلون 80% من القوات التي ستسيطر على مدينة الرقة السورية. تطورات تأتي قبيل اجتماع مرتقب بين وزيري دفاع البلدين لمواصلة بحث الهواجس التركية بشأن ذلك القرار، إذ شهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا على ضوء إعلان البنتاغون في 30 من مايو أيار الماضي بدء تقديم الأسلحة الخفيفة والمركبات إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل التنظيم والتي تشكل وحدات حماية الشعب نواتها. وقت ذاك أعلن البنتاغون أنه يتفهم تماما مخاوف أنقرة الأمنية، في حين بقيت الحكومة التركية على ثبات رؤيتها لوحدات الحماية كامتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائحها للإرهاب. وتقولون ما تقدمه واشنطن للوحدات الكردية من السلاح يصل إلى ذلك الحزب. تطمينات للحليف التركي في وقت تقترب فيه قوات سوريا الديمقراطية من دخول عمق مدينة الرقة بعد محاولات بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، وتمكنت حتى الآن من الاستيلاء على أحياء عدة واسترجاعها من مقاتلي التنظيم. لفترة طالت نسبيا بقي الأكراد عنوانا بارزا للخلاف الأمريكي التركي، فكان درع الفرات وغضبه متلازمة متضادة لتتقاسم واشنطن وأنقرة مخاوف محتملة، ما تطلب بحسب مراقبين إعادة فرز التحالفات وتصنيفها في المنطقة. زي ما حضراتكم شايفين اللي بيمسك حاجة عمره ما هيسيبها، وتركيا عايزة تلاقي نفسها نصيب في التورتة. شكلها هيكون ايه؟ وواضح انه الحاجه اللي واقفه في زورهم جدا جدا هم الاكراد. ليه؟ لانه تلت عدد سكانهم اكراد. بينهم وما بين الاكراد في العراق وفي سوريا وفي ايران تاريخ، بيعتبروا نفسهم شعب واحد، لغه واحده، محافظين على ثقافه واحده، في نفس الوقت عندهم تاريخيا مشاكل كبيرة مش بس مع تركيا لكن مع الإسلام عموما. وكثير منهم النهاردة تحت ظل ما رزحوا فيه كأقلية، هم والأيزيديين وغيرهم، النهاردة الكثيرين منهم بييجوا للمسيح، بييجوا للمسيح. فالموضوع ما هواش يعني بالسهولة إنه إيه حررنا الموصل حررنا الرقة خلصنا. نمرة واحد، لأن الفكر نفسه الأصيل اللي داعش طلعت على أساسه أوريدي موجودة وعميقة، والناس كل ما بتحس إنه هيطلع وهيبان وهيبقى ماتيريالايزد بيحطوا كل السبورت والمبايعة بتاعتهم وراه، زي نيجيريا ويعني آسيا وأفريقيا، كل حتة في العالم، حتى الناس اللي الأجانب الأعداد الكبيرة قوي اللي راحت علشان خاطر تتجند في داعش من البلاد الأوروبية ومن ناس قد لا نتخيل. طب إيه اللي يخلي الناس دولت اللي اتولدوا في أوروبا أو اتولدوا في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي البلاد الأوروبية والاقتصاد الكويس والدنيا ومتعلمين أغلبهم وقدروا يعملوا كيان قوي جدا للميديا وللتأثير ولوسائل التواصل الاجتماعي لداعش؟ ليه؟ الناس دولت عملوا كده. السبب انه الخلايا النائمة دي، هذا الإخلاص النائم، يريد انه يحقق حاجتين: الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، لأن دي بتعني نهاية الأيام وبتعني مجيء المسيح الدجال والمهدي وغيره وغيره. والحاجة التانية علشان خاطر الكريدابيليتي بتاعة رسول الإسلام من ناحية فتح روما، اللي ما حصلش لمدة 14 قرن. 14 قرن. طيب، معانا الأستاذ سوريال من القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أيوة دكتور، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. لما سيادتك والأستاذ أكرم تطرقتوا للأيام الأخيرة مع حضرتك، تفضل. في يعني في سفر الرؤيا اصحاح 20 بيقولوا إن اللي ما سجدوش للوحش هيملكوا مع المسيح لمدة 1000 سنة. أيوه. وبعد كده بيقول متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان بسجنه ويخرج ليضل الأمم. سامع حضرتك، اتفضل كمل كلامك. الفترة اللي هيقضيها الشيطان بعد ما يخرج من سجنه هي الثقة العظيمة، ولا الثقة العظيمة قبل 1000 سنة؟ وإيه قصة 1000 سنة بالظبط دي؟ عشان فيها اختلاف وكلام كتير. بالظبط. بشكرك جدا على السؤال دوت، والسؤال بيجي لنا كتير، ويعني محجمين إن احنا نتكلم عن تفاصيله، لسبب إنه في أي حاجة منهجية وإحنا بندرس النبوات محتاجين إن يكون عندنا تدرج في إن إحنا نحط حاجة ورا حاجة، سواء بالتاريخ، بالجغرافيا، بكلمة ربنا، بحيث إن إحنا نقدر نفهم التايم لاين بطريقة أوضح، علشان خاطر آيات كتيرة قوي بتبان ساعتها وبنعرف مكانها شكله إيه. فأنا عايز أقول إن لأ طبعا الملك الألفي مختلف خالص عن موضوع الضيقة والضيقة العظيمة وال3 سنين ونص الأولين وال3 سنين ونص التانيين من الضيقة وغيره. لكن موضوع الملك الألفي موضوع مهم قوي، لأنه بيفسر لينا حاجات كتيرة قوي من إزاي إن إحنا ممكن نكون منتظرين المجيء بتاعه في أي لحظة، والاختطاف بتاع الكنيسة، وإزاي في نفس الوقت إن في أحداث كتيرة ممكن تكون بتحصل على الأرض، ممكن تكون بتاخد سنين. يعني إزاي دوت وإزاي دوت، وعلاقة دوت بالضيقة العظيمة، وعلاقة ده بالملك الألفي. يعني إحنا مفضلين إن إحنا ناخد الموضوع دوت ستيب باي ستيب، علشان خاطر نقدر نبني عليه، بدل ما نكون بنخش مجرد في arguments أو يعني في مناقشات وخلاص، أكتر ما نكون بنحط الموضوع دوت بصورة تبقى فيها الدنيا إلى حد كبير مفهومة. فمعلش سامحنا إنه يعني نقول إنه هناك ملك ألفي زي ما بيقول الكتاب المقدس، وهناك أحداث بتحصل، وهناك أحداث قبل وأحداث بعد. فأنا هكتفي بالقدر دوت، وإن شاء الله هنكون يعني بنعد الموضوع دوت إن شاء الله بنعمة ربنا. يعني في زي تجربة كده إنه في خلال الأسبوع اللي جاي دوت نكون بنبتدي نسجل كمان حلقات في أحد الاستوديوهات في أوروبا للأستاذ أكرم، وهنبتديهم بحاجات نبوات عن مصر وكده. فيعني إن شاء الله، إن شاء الله الحاجات دي هتكون يعني صلوا إنها تكمل، وصلوا إنه فعلا ربنا يسدد كل الاحتياج المطلوب، علشان خاطر الأمر دوت يكون بين إيدين حضراتكم. بشكرك جدا على السؤال دوت، ودوت يمكن ياخدني إلى طيب هل معنى كده أنه داعش انتهت؟ لا، داعش يمكن كمنظومة حكمية ممكن تكون انتهت، ممكن تكون هتكون بتتحرك في اتجاه حرب العصابات، نشوف كل شوية متفجرات بتحصل في حتة، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ الشيء بس الملحوظ أنه داعش في أي مكان بيقدروا يهربوا، واللي بيتقتل منهم قليل، وبيقدروا إن هم ينسحبوا بسرعة، وهم فعلا شطار جدا في كده. لكن يا ترى علشان خاطر إيه؟ ويا ترى عشان خاطر يعملوا إيه؟ هنقول جغرافيا إنه بعد ما داعش تترك المنطقة دي، في رأيي أنا الشخصي إنه ستشتعل الحرب العرقية ما بين الطوائف المنتصرة، بمعنى الشيعة والحشد الشعبي. إيران زي ما انتم عارفين إن هي تقريبا دلوقتي يعني هي بتسود على جنوب ووسط العراق، المناطق ديت بقت شيعية، الحرس الثوري، الحشد الشعبي، كل الحاجات دي سواء إن هم يعني مدربين من إيران أو إيرانيين فعلا، أو يعني في تواجد إيراني على الأرض غير عادي في المناطق ديت. فالمناطق اللي هم هيحطوا ايديهم عليها في الموصل هتبقى مناطق شيعية. طيب المناطق دي أصلا مناطق سنية. داعش أحد الحاجات اللي خلتها تبان وتاخد المساعدة من شيوخ القبائل السنية هي إن هم سنة وضد الشيعة، والشيعة فعليا يعني سفلتوا السنة، يعني ما ادولهمش أي حقوق، ضغطوا عليهم، عملوا حاجات كتيرة قوي في ظل الاحتلال الأمريكي. النهاردة الشيعة بيقفوا على رجليهم تاني، الشيعة بيستولوا على حوالي نص الموصل، المنطقة دي اللي كلها سنة. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هل هيتم من تاني نفس الأمور اللي أدت إلى ظهور داعش؟ لأنه النار هتفضل تحت الرماد. المناطق اللي سيطر عليها الأكراد قالوا لا، اللي نحط إيدينا عليه ده بقى كردي وهيبقى تحت السلطة الكردية، وعندنا رئيس وعندنا وزارات. كنت قاعد امبارح مع أحد الناس اللي بيروحوا منطقة الأكراد بطريقة يعني شبه دورية، وقال لي هم عندهم وزاراتهم، هم عندهم حاجاتهم، عندهم الحكم الذاتي بتاعهم، هم مش منتظرين اللي يحصل في بغداد يحصل، ده مش قضيتهم هم على الإطلاق. هم فعليا بيمثلوا القوة الحربية الأساسية اللي وقفت ضد التمدد بتاع داعش. يا ترى إيه اللي هيحصل للدواعش؟ خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ودوت يمكن نقودنا للنقطة اللي بعدها. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنبني على ما يحدث، فخلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو. أبي بكر البغدادي. لم يتوقف أحد عند السؤال البسيط: أين سيذهب مقاتلو تنظيم الدولة عندما سيخسرون سيطرتهم على منطقة ما؟ فخلال العامين الماضيين انتهى تمدد تنظيم الدولة وبدأ عصر الاندحار، ولكن في معركة يخسرها التنظيم لا يجد المراقبون أي صور لقتلى من التنظيم أو أسرى إلا ما ندر، وعادة ما يغادر أعضاء التنظيم كالأشباح ويتبخرون في الصحراء أو في مناطق أو دول مجاورة. أما العالم فلم يسأل نفسه إلى أين غادر مقاتلو التنظيم الذين انهزموا من عين العرب كوباني وأيضا بعدها منبج ولا جرابلس، ولا حتى في العراق بعد هزيمتهم في الفلوجة والرماد وتكريت. يقول متابعون لشؤون التنظيم إن الأرض لا تدخل في عرف التنظيم كقضية هامة، وهو لا يقاتل دفاعا عن كل شبر وكل تل أو هضبة، بل بكل بساطة يتبخر أفراده ويذوبون في المنطقة أو في الصحراء انتظارا لظروف مناسبة أكثر. ورغم ادعاءات التنظيم والحديث عن معارك طاحنة وصمود حتى الموت في منطقة دابق التي وصفها بأرض المعركة النهائية ومعركة آخر الزمان، فإن المعركة لم تقع ولم يدافع التنظيم عن البلدة، وحدث ما حدث في كل الأمكنة الأخرى. لقد غادر مقاتلوه ببساطة شديدة، وفي كل مرة ينجو عناصر التنظيم من القتل أو الأسر. تشتعل نظرية المؤامرة حول كيفية انسحاب عناصر التنظيم بالآلاف تحت أنظار طائرات التحالف الدولي والقوى التي كانت تحاصرهم. وهل هناك من يسهل عملية هروبهم لتبقى الدائرة الجهنمية في المنطقة؟ عمليا السيناريو لن يختلف في معركة الموصل الدائرة الآن، ما يعني وفق خبراء الحروب أن 3 مصائر ستواجه شرائح التنظيم المبثوثة في المدينة، فالفئة الأهلية والعشائرية لمقاتلي التنظيم، وهؤلاء يرجح أن يحاولوا التحول إلى مدنيين ويستفيدوا من حمايات عشائرية ومناطقية تساعدهم على البقاء. أما الفئة الثانية وهي مقاتلو التنظيم من العرب، سيختبئ أفرادها في مناطق الجزيرة بين سوريا والعراق وفي المساحات الصحراوية الهائلة وغير المغطاة عسكريا وأمنيا، وبانتظار ظروف تساعدهم على استئناف حضورهم. الفئة الثالثة ومعظمها من المقاتلين الأجانب ويبلغ عددهم آلافا، سيغادر أفرادها إلى الدول المجاورة مثل تركيا وإيران وكردستان العراق، ومنها إلى دولهم الأصلية عبر عمليات تهريب معقدة أصبحت الآن تمارس على نطاق واسع. خوفا من هذه الفئة الأخيرة، تستنفر أجهزة الأمن في أوروبا والولايات المتحدة وفي دول آسيوية في انتظار العودة المرتقبة لعناصر التنظيم إلى بلدانهم، وهم يعودون الآن وقد اختبروا الحروب وزادوا من خبراتهم في التفخيخ والتفجير والقتل الجماعي. وتقدر أجهزة الأمن الماليزية أن أكثر من 5000 ماليزي التحقوا بالتنظيم خلال السنوات الأربع الماضية، وهناك بضعة آلاف من أندونيسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى. وتقدر الأجهزة الغربية عدد عناصر التنظيم الذين يحملون جوازات سفر أوروبية أو أمريكية بأكثر من 4000. هؤلاء سيجدون طريقهم بسهولة للعودة إلى بلدانهم عبر المهربين الذين ينشطون على الحدود التركية اليونانية أو التركية البلغارية، ومنها إلى أوروبا الوسطى وأخيرا أوروبا الغربية، في رحلة لا تكلف عادة أكثر من 3000 يورو. وخلال العام الماضي قام بعض الشباب المتأثرين بفكر التنظيم في كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا بعدة عمليات إرهابية، ومعظمهم يمتلك صلة وهي مع التنظيم أو تأثر بفكره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الآن ستكون الصورة مختلفة تماما، فالعائدون هذه المرة من العناصر المدربين في التنظيم على كل شيء تقريبا، ما يعني أن السيطرة على الموصل والرقة ستكون إشارة الانطلاق لأعمال إرهابية قد يبدو فيها ما حدث العام الجاري في أوروبا مجرد بروفا على الرعب. بالضبط زي ما حضراتكم شايفين، أنه الملحوظ أنه داعش والناس بتوعه ما بيتمش قتل ناس كتير قوي منهم، ما بيقدروش ان هم يقبضوا على ناس كتيرة، فعلا بيتبخروا. هل يا ترى لانه البلاد اللي من مصلحتها استمرار الصراع علشان خاطر يعني مصانع الأسلحة دي اللي بتنتج ما تصديش ما توقفش ويفضل دايما في طلب على السلاح في العالم، ممكن ده يكون الحاجة اللي في مخ بعض البلاد الغربية اللي يهمها ان يفضل دايما في هناك قوة سنية، القوة السنية دي نحاول ان احنا نقصقص ريشها لكن ما تضيعش ما تروحش، تفضل دايما نقدر نكون بنستخدمها بنمولها بنعمل فيها اي حاجة علشان خاطر وقت ما التواجد الإيراني أو الشيعي يبتدي ياخد وضع زائد عن الحد يبقى عندنا وسيلة التحجيم والحسم. فزي ما حضراتكم شايفين أنه داعش كمنظومة مؤسسية يمكن يختفي، لكن الناس مش هيختفوا، والناس دولت اللي بعضهم هيروح لبلاد العرب، اللي بعضهم هيروح لبلادهم الأصلية يوصلوا لهم بأي طريقة، أو اللي هيبتدوا يتحولوا لمدنيين. ليه؟ لأنه ما هو أصلاً إيه اللي خلاهم مرة واحدة خدوا الموصل مرة واحدة، قدروا إن هم يعني يحصل الانفجار الشديد دوت، لأنه هناك أصلا من السنة والعشائر السنية كان هناك تأييد، دولت أهلهم، دولت ولادهم، فالناس دولت كتير منهم هيرجعوا مدنيين زي ما هم، لكن جواهم نفس الفكر. الأعداد مش هتقل كتير، لكن هتروح في أماكن مختلفة وتبتدي تحاول إن هي تنتقم من الناس دولت، تنتقم من الغرب اللي قوى التحالف بتاعته ساعدت الشيعة والبشمرجة وكده إن هم ياخدوا المناطق اللي هم اعتبروها إن هي ملكهم. فهنتوقع إنه الغرب هتستمر حاجات كتيرة قوي، وزي ما كنا بنشوف في خلال الوقت اللي فات إنه ما نحتاجش في الحقيقة أكتر من واحد يكون مأجر عربية علشان خاطر يروح داخل وإيه ومكتسح سوق من الأسواق أو 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 مكان. تقول لي طب يعني هيستفيدوا إيه من ده كله؟ القضية هو إنه المخ اتغسل، وإنه كتير منهم عندهم مشاكل كتيرة بالنسبة لرؤيتهم للدنيا وللحياة، زي ما أنا وحضرتك بنشوف الدنيا، هما بيشوفوها بطريقة مختلفة تماما، والطريقة دي بتحط عليهم الأوبليجيشن والإلزام إن هم يتحركوا في حياتهم بطريقة مختلفة. والحقيقة ده بيثير إعجابي جدا، مش إعجابي بالنتائج، مش إعجابي بالتدمير، مش إعجابي بالأعمال الشيطانية اللي بتحصل، لكن بدرجة الكوميتمنت ودرجة التكريس للرؤية بتاعتهم، درجة التكريس للرؤية بتاعتهم. جماعة الإخوان عدت بنكسات كتيرة، لكن نفس الناس اللي دبروا اغتيال عبد الناصر في سنة 54 واترموا في السجون، الناس ديت لما طلعت دبروا الاغتيال تاني في منتصف الستينات، وهكذا وهكذا. الفكر عمره ما راح. مبدأ التقية هو إنه أبتدي أشوف إيه اللي بيحصل وأحاول أستغله لصالحي، حتى لو أبديت غير ما أبطنت. عشان كده اتصاحبوا مع نظام مبارك، عشان كده اتصاحبوا مع الأمريكان، عشان كده اتصاحبوا مع الإنجليز، علشان كده مستعدين إن هم يعملوا أي شيء في سبيل الهدف. الميكيافيلية ديت أو الغاية التي تبرر الوسيلة، والتقية اللي هو المبدأ اللي بيقول إنه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر والحرب اللي هي خدعة والحاجات دي كلها. كمان ما تواجهش العدو لو هو أقوى منك، هاجر وروح في حتة تقدر إنك أنت تثبت أقدامك. عشان كده يا جماعة التأثير السني والإكستريمزم دوت أو الدرجة دي العالية من الإرهاب مش هتروح، قد يتغير شكلها وإزاي بتعبر عن نفسها، لكن مش هتروح. لا الأعداد بتقل، لكن المناطق هتختلف لغاية لما نلاقي فرصة تانية. والسبب إنه الخلافة ده موضوع أساسي جدا زي ما قلت لحضراتكم، وأسلمت أوروبا وغزو روما موضوع أساسي جدا علشان خاطر الكريديبيليتي بتاعته. لكن أنا النهاردة في الحقيقة نفسي إن أنا أوجه كلامي مش بس للداعشيين، لكن للناس اللي كان أملهم في داعش. هل يسترعي انتباه حضراتكم إنه ربنا مش واقف قوي في ظهر الناس اللي عايزة تفتح روما؟ مش يمكن ربنا مش واقف خالص في ظهر الناس اللي عايزة تعمل الخلافة تاني، وإن كل ما يحصل الوميض دوت والإحساس اليتد يعني مليان بالنشوة انه يختفي ويروح. يا ترى ليه؟ لانه بحسب كلمة ربنا روما عمرها ما هتكون إسلامية، لأنه بحسب كلمة ربنا الخلافة مش هتقوم بالصورة ديت، لكن العالم متجه نحو آخر الزمان بطريقة مختلفة. أنا بقول لكل الأحباء سواء الداعشيين أو حتى الناس السيمباثايزرز، الناس اللي هم بيشجعوهم، أو لو قلنا أنه في 20 لو هم 5% من المسلمين في العالم كله، نقول أن يمكن في 20% يمكن مش هيروحوا يفجروا نفسهم، لكن يتمنوا أن اللي بيعملوه ال5% دوت ينجح. بقول لهم فكروا تاني. كلمة الله بتقول، واللي بيتحقق والبازل اللي عمال يتجمع مع بعضه ما بين روسيا وتركيا وإيران، واللي بيحصل وبناء الهيكل في أورشليم والأكراد وشعب مادي وفارس، إيران وما يحدث فيها وشعب علام، الحاجات اللي اتكلمنا اوريدي عنها قبل كده، بتقول شيء واحد بس، بتقول إنه الله اللي في إيده مقاصير الأرض، الله اللي في إيديه مقاصير الأرض، اللي ظهر لينا في الجسد في شخص الرب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. هو اللي قال عن نفسه إنه مخبر منذ البدء بالأخير، منذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم. والرأي ده بنشوفه، وجزء من تركيزنا في برنامج 10/40 على النبوات جزء منها مرتبط قوي بأنه كتير من حضراتكم يعرفوا أنه الكتاب اللي ما بين إيديكم دوت هو كلمة الله بالحقيقة، وأنه كثيرين من اللي بيحاولوا يمشوا ورا آراء شيوخهم والسلفيين والوهابيين وغيره وغيره وغيره. يا جماعة فكروا من تاني أن الله الحقيقي ضد هذا المشروع، ولأنه ضد هذا المشروع مش هيتحقق، مش هيتحقق، ما تحققش لمدة 14 قرن، رغم أنه الدولة العثمانية وصلت للأطراف، رغم أنه حاولوا بكل طريقة ممكنة، رغم أن هم راحوا ناحية رغم كل حاجة، لكن الله في المسيح من خلال الأنبياء في العهد القديم والعهد الجديد بين لينا الأرض رايحة ناحية فين. يا ريت تنتبهوا، الله بيحبكم رغم كل ايديكم المليانه دم، لكن النهارده كل واحد فيكم، كل واحده فيكم فعلا هيطلب الله الحقيقي. الله لن يتوارع عن انه فعلا يظهر نفسه لحضرتك ولحضرتك. انا مش بطلب منكم انك تعملوا اي حاجه وتبيعوا كل حاجه وكل الرؤى اللي عندكم، لكن يا ريت باخلاص مع كتير من التنبيهات واجراس الانذار إنكم تركع وصلي لربنا، قول له يا رب اظهر لي نفسك. مش عايز أقضي الأبدية في جهنم النار، لأن أنا اتخدعت بفكرة وحد قال لي عليها وأنا مشيت وراها. اطلب من ربنا بمنتهى الإخلاص إنك طالب الحق، طالب الحق. على فكرة الله بيحب الناس اللي لما بيشكوا بيعرفوا ان في حد، انه الله موجود والله ممكن يكشف ليا هو مين وهو فين وفين الحق. انا بصلي لاجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم انه هذا المشروع والاسس ديت اللي مبني عليها لن تتحقق، لكن كلمة الله هي اللي بتتحقق، وبنشوفها كل يوم بتتحقق. القضية هنا ما هياش قضية سياسية، القضية هنا ما هياش مسيحيين ضد مسلمين ومسلمين ضد مسلمين وشيعة ضد سنة على الإطلاق، لكن لأنه في إله في السماء نفسه أنه يشارك من هو مع حضرتك ومع حضرتك بطريقة شخصية جدا. الله بيحبك، الله مستعد يغفر لك، والله منتظر إنك بكل إخلاص تطلب منه وتقول له عرفني مين أنت، وأنا متأكد جدا 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 أنه مئات الآلاف من المؤمنين بهذا الفكر لما يتقابلوا مع شخص المسيح هيروا الأمور بطريقة تانية خالص، والحياة هتنور بطريقة تانية خالص، ومحبة الله للبني آدمين وللإنسانية هتنسكب فيكم بالطريقة اللي هتشوفوا الدنيا بصورة جديدة تماما، متوافقة جدا مع مين يستحق يبقى إلهك، مين يستحق يبقى سيدك ومالك عمرك وعمرك. طيب يا ترى في وسط كل دوت كيف يتحرك الله؟ كيف يتحرك الله في وسط العالم الإسلامي؟ خلينا نشوف مع بعض الفيديو القادم دوت عن كيف يهب روح الحياة على دار الإسلام. عندما يتعلق الأمر باضطهاد المسيحيين تأتي الدول الإسلامية على رأس اللائحة، ومع هذا فإن حركة باتجاه آخر تحصل في هذه الدول. المرسل المسيحي ديفيد جاريسون ألف كتابا عن الأعداد الهائلة للمسلمين الذين يؤمنون بالمسيح في العالم الإسلامي. الكتاب يدعى بحسب الترجمة ريح تهب عبر دار الإسلام. زميلنا جورج توماس أجرى مقابلة مع المؤلف. ما الذي اكتشفته من خلال جميع هذه المقابلات حين جلت حول العالم؟ ما اكتشفناه هو أن الله يعمل في العالم الإسلامي، وأن المسلمين هم محور اهتمام الله، لأنه يضم آلاف وآلاف المسلمين إلى الإيمان بيسوع المسيح من دولة إسلامية إلى أخرى. الأمر المثير هو أنك وصفت في كتابك كيف أن تقدما هائلا يحصل بالفعل، شيء مميز يحصل بالفعل منذ القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. ماذا حصل في أول 13 قرنا؟ المذهل أنه في القرون الأولى كان المسلمون والمسيحيون يتفاعلون بين بعضهم البعض، وكان يجب انتظار أكثر من 12 قرنا لتجد أول حركة إسلامية نحو المسيح. في السنوات 13 الأولى من هذا القرن وجدنا 69 حركة. هذا بالتأكيد أعظم رجوع للمسلمين إلى المسيح في 14 قرنا. إلى ما يعود هذا الأمر حسب اعتقادك؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يعمله الله في هذا الوقت في جيلنا وفي زماننا ربما لم يفعله في الأجيال السابقة؟ هذا ما يكتشفه الكتاب. شكلت لائحة من 10 جسور أو أشياء يستخدمه الله، لأننا سمعناها من شهادات المؤمنين من خلفية مسلمة. الأمر المثير هو أنهم يشاهدون ما لم يكن ممكنا قبل 20 عاما. الإنترنت أقمار البث الصناعية. بالضبط، الله يستخدم طرقا عديدة لإيصال الإنجيل إلى الناس. هل يوجد قاسم مشترك أنت تراه بحيث يشرح كيفية عمل الله في اعتراض حياة هؤلاء المسلمين؟ هناك تنوع، لذلك نحن نتحدث عن 9 غرف في دار الإسلام، ويوجد أيضا قاسم مشترك، كلمة الله وقوة الإنجيل والتقابل مع المسيح الحي. ما يعتنقه المسلمون ليس ديانة أو فكرة أو ثقافة، إنهم يتقابلون مع يسوع، ويسوع يغير حياتهم. كيف تبدو هذه الريح وهي تهب على دار الإسلام؟ هذا هو الأمر العظيم الذي يبدو مألوفا، فهو نفس الروح القدس الذي غير حياتي وحياتك. وحين نرى ونلتقي ونستمع إلى قصص حياة هؤلاء المؤمنين من خلفية إسلامية ندرك أنهم إخوتنا وأخواتنا، لأن نفس الروح القدس الذي في قلبي وفي قلبك هو بشكل واضح يعمل في قلوبهم أيضا. يوجد قسم في النهاية يدعى استجابتنا. في الأساس أنت تحاول تقديم رسالة إلى الكنيسة الأمريكية بأنه لا يجب علينا أن نخاف الإسلام والمسلمين، ولا يجب أن نخاف مما يفعله الله في العالم الإسلامي. حدثنا عن هذا. لم يكن هناك وقت كان فيه صراع أكبر مما يجري الآن بين دار الإسلام والغرب، وهو نفس الوقت الذي يقود الروح القدس المسلمين للإيمان بالمسيح. وما أرجوه ببساطة هو أن يفهم إخوتنا حول العالم عمل الروح القدس. إنها لحظتنا لإظهار المحبة واللطف والشهادة والصلاة من أجل المسلمين، لأن الله بالحقيقة يقوم بعمل عظيم في عصرنا. نحتاج إلى أن نشترك معه، نحتاج إلى أن نكون جزءا مما يفعله الله. نفسي أقول على 4 نقط مهمة قوي علشان خاطر نقدر نفهم كيف يتحرك الله في العالم النهاردة من خلال ما يحدث. داعش وإن كانت قتلت الكثيرين، كثيرين من المسيحيين تشتتوا من وده شيء صعب إلى أقصى حد، لكن داعش بيّنت الوجه الحقيقي عندما تطبق الشريعة الإسلامية في أي مكان في العالم ماذا ينتظر من حياة الناس، تتحول إلى إيه. وده خلى ناس كتير قوي من جواهم اللي كانوا ناس بسطاء، ناس مش دارسين، ناس يعني عمرهم ما تعمقوا في الدين، ناس ما يعرفوش حاجات كتيرة قوي، لأول مرة يشوفوا وجه لم يروه من قبل، ويحسوا إنه لو طبق الإسلام بالشريعة كيف يكون الحال. ونتيجة كده بدأوا يبحثوا، بدأوا يدوروا أو هجروا هذا المنطق ورفضوه من جواهم، حتى لو من بره ليهم اسم الإسلام، لأنه زي ما احنا عارفين في وطننا العربي لازم يبقى لك دين. ناس كتيرة قوي بدأت تتحرك من إن هي لا يمكن إن هي تسمع عن أي شيء آخر، إنها على الأقل تبقى على الفنس، تبقى على السور، يحصل نوع من النعومة في قلوبهم أكتر، بحيث إن هم ما يبقوش ضد إن هم يسمعوا أي حاجة عن مين هو المسيح أو مين هو الله، أو يبقى جواهم نوع من الريبالشن، يعني الرفض المذهل لأي حاجة. جه ربنا واستخدم الفضائيات زي قناة الحرية وغيرها علشان خاطر يقدر يوصل للناس دولت برسالة الإنجيل، فالناس تشوف وضع مختلف وحياة مختلفة ونوع مختلف، والله اللي بيحب، والله اللي بيبذل، والله اللي بيعطي نفسه عن الإنسان، والله اللي بيتقابل مع الإنسان علشان خاطر بيحبه، والله اللي بيرى في ضعف الإنسان فرصة علشان خاطر نعمته تكمل ضعف الإناء البشري. الحاجات دي كلها خلت ناس كتير قوي 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 يتفتح قلبهم لربنا. الكتير منهم وقعوا في الحيرة وفي السؤال، يا ترى اللي أنا أعرفه من زمان، يا ترى اللي أنا كبرت عليه، يا ترى المسلمات اللي لا تقبل التفكير هي نفس الأمور اللي أنا لازم أستمر فيها، ولا لما بشوف هناك مضادة وبشوف الله اللي ممكن يكون إله شخصي، الله اللي ممكن يفكر فيا أنا مش كواحد من المجموعة، الله اللي يقدر إنه يتفاعل مع آلامي، الله اللي بيكرم المرأة ومفيش فيه ذكر وأنثى، والمرأة ليست مجرد سكس أوبجكت، المرأة مش مجرد وعاء استخدام، لكن دي مهمة جدا، وإنه في المسيح ليس ذكر أو أنثى. ناس كتيرة قوي بدأت تفكر، بدأت تشوف إنه، وناس كتيرة من اللي المثل والخلق بتاعها والفاليوز بتاعتها اللي تربوا عليها على المستوى الإنساني والحضاري بدأ يبان إن هي أكثر إنسانية وأكثر قيمة وأكثر رقي من ما يعلنه الله عن نفسه في القرآن أو في السنة أو في الوهابية أو في الحاجات دي كلها. معايا الأخت فوزية من الدنمارك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، سلام المسيح معاك. ومع حضرتك. أهلا بيكي. ربي يباركك، الله يخليك. نشكر الرب على قناتك هاي العربية. أكو جنوب إيران يتكلمون عربي، يعني كثيرين عبروا للمسيح من قنواتكم. أمين أمين. ونشكر الرب، يعني أيام الأخيرية إحنا عايشين فيها، يعني جنوب إيران ما في ماي، يعني الناس قاعدة من المجاري، كثير من الناس يشربون من المجاري معي. وربنا بيشتغل في إيران بشكل قوي. الجيش جمع يعني ناس من أفغانستان وفاطميين يقولوا لهم، ورايحين على كركوك ومنك موصلين يوصلون نفسهم على نصر الله. والناس جواعة وعباسة بإيران ما يساعدونهم، الفلوس يودونهم هناك نصر الله خاطر يحاربون إسرائيل. نعم. يعني كلش الأيام الأخيرية إحنا فيها، والمسيح قال إذا ما تؤمنون فيا راح تموتون بخطاياكم. ومكان يعني متى 24:15 قال يجون انبياء كذبه وينقسمون على نفسهم. هذا هي يعني شيعه والسنه شي تكتب شي، يعني باسم يسوع يا ناس انتم صلوا طلبوا الرب يسوع المسيح من قلوبتكم، يعني مو بس الشكل تقولون احنا مسيحيين. خليه يدخل المسيح بقلوبتكم وما تخافون، هيك لا تخافون من اي شيء، لا تخافون. الرب هو واقف ويا الناس اللي احنا مؤمنين وياه، يعني مثل نينوى يوم زمانها يوم يوناني يعني دخل لهم، بعدين رجعوا ورا قاموا يعبدون الاصنام. يعني ابقوا عليه المسيح من قلوبتكم، ونصلي ونطلب الرب الحقيقي، هو يساعدنا. يعني جنوب ايران كثيرين عبروا للمسيح علشان القنوات العربيه احسن من طريقه الفارسيه. واحنا بيجي لنا الحقيقه مكالمات وناس من ايران، وبشكر ربنا جدا على وافغانستان، وبشكر ربنا جدا انه ربنا بيستخدم كل هذه الأمور. بشكرك جدا جدا يا أخت فوزية على تشجيعك وعمل ربنا الرائع والعظيم اللي بيعمله في هذه الأيام الأخيرة. حاجة يعني زي ما كنت قلت لحضراتكم إنه في 4 حاجات أساسية. الحاجة الأولانية هو إنه داعش في الحقيقة خلى ناس كتيرة قوي يبقى عندها نوع من الإدراك للمعنى الحقيقي للشريعة، ودوت خلى جواهم إحساس شديد جدا بالرغبة في إنه يعني أكيد ده مش ربنا. نمرة 2 جت الفضائيات اللي بتقدم وبتوصل بكلمة ربنا للناس، ومفيش مانع بيقدر يمنعها من إنه الناس تقدر تشوفها على كل حاجة. والحاجة كمان كانت إنه الله بيتعامل بطريقة معجزية. ناس كتيرة قوي من اللي اتأثروا بهذه الأمور بدأوا يصلوا ويطلبوا ربنا الحقيقي ويقولوا له يا رب اظهر لنا نفسك، فالله كان بيظهر ليهم ويصنع معهم آيات وعجائب وشفاءات ومعجزات ويخرج شياطين. الله هو أمس واليوم وإلى الأبد، بيظهر ويكشف نفسه لكل الناس اللي بيطلبوه من قلبهم فعلا. فالحاجة كمان إنه الهجرة، وهنا يمكن أنا بختلف إنه الله سمح إن أوروبا يبقى فيها فلد من المهاجرين. يمكن في الفكرة الأصلية إن هم ييجوا وإن هم يغيروا التركيبة السكانية علشان خاطر تسمح بإقامة الخلافة، ماشي، لكن مش معنى كده إنه الله نفسه مش هيلتقي معاهم من خلال الكنيسة الحية اللي في كل الأماكن اللي هم بيهاجروا فيها، بره الأوبريشن وبره الضغط الشديد اللي عليهم في حكوماتهم في بلادهم. النهاردة خرجوا لمجتمع حر، ليه النهارده ما نستغلش الفرصه ديت عشان خاطر نقدم ليهم المسيح؟ حدش بيحط المسدس ولا السيف على رقبة حد علشان خاطر يقول له تبقى مسيحي زي ما بيدعي بعض الناس، ولا بيمضوهم على حاجات، ولا الكلام الفارغ اللي سمعناه من بعض الشيوخ. لكن الفرصة ان احنا نقدم لهم كلمة الحياة. قد ايه هنا بقى الكنيسة واعية للدور دوت، قد ايه بتجهز له، قد ايه بنطلب نهضة، بنطلب تغيير، بنطلب ان ملايين النفوس تيجي للمسيح والله يرميهم قدامنا وفي حضننا. ناس تقعد تقول لا ما احنا مش هنقدر نتكلم، وده ممكن يقبضوا عليه، ده ممكن يعملوا، ده ممكن يسوي. طبعا دي ليها ردود، بس مش دي القضية. القضية انه النهاردة في بلاد بقت مفتوحة وحرة. البلاد ديت ليه احنا مش واخدين الموقف اللي الله طلبه مننا؟ علشان خاطر نحط طاقتنا، مجهودنا، فلوسنا، القوى البشرية بتاعتنا، الرصيد بتاعنا من كل حاجة تحت ايدينا، علشان خاطر نوجهها ان كلمة الانجيل تصل الى هذا المجموع الهائل اللي بقى النهاردة في حضننا. فالله استخدم داعش رغم كل اللي كان أوباما عايزه، رغم كل اللي كان الإخوان المسلمين عايزينه، ورغم كل 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 دوت، في الآخر استخدمه عشان خاطر يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، لأنه الإله الحقيقي. الحاجة التانية إنه الله بيستخدم الفضائيات عشان خاطر يعمل كده ويبين كده. تستغربوا إن في برامج للأسرة قدمتها القناة بتتكلم على قيمة المرأة وإزاي الراجل لازم يعاملها وإزاي نظرة المسيح ليها، والناس كانوا بيتكلموا من أحبائنا المسلمين ويقولوا إحنا عايزين من ده، إحنا عايزين نبقى مسيحيين. لينا هنا في قناة الحرية، رغم ان البرنامج لا فيه هجوم على ولا بيجيب سيرة حتى اي حاجة، ده بيتكلم على العلاقات الأسرية. لان الناس بتشوف اختلاف هائل جدا في المسيح وفي حبه للناس. الهجرة ازاي نقدر نستخدمها عمل الله الحقيقي، والعمل دوت المعجزي اللي الله بيعمله لما الناس تطلبه من كل قلبها. عشان كده أنا بشجع حضراتكم جدا إنه نبتدي ناخد مكاننا الحقيقي في المقدمة لهذا الأمر. بالنسبة لأحبائنا في الكنترول، ممكن نلغي الفيديو اللي دوت ونحط فيديو نمرة 9. وده الحقيقة نفسي إن أنا أشاركه مع حضراتكم قوي، لأنه حاجة حصلت الحقيقة في خلال الأيام اللي فاتت كانت فعلا سبب ذهول شديد جدا ليا لما شفتها، وأحب أن أشاركه معاكم، اللي هو رقم 9. لو ممكن نعرض الفيديو دوت ونرجع نعلق عليه. في حدث تبشيري لم يسبق له مثيل في التاريخ، نزل إلى شوارع العاصمة المكسيكية حوالي 100,000 مبشر لتبشير كل من وجدوه بإنجيل يسوع المسيح. وفي الختام صلى هؤلاء لكي يلهم الله المسيحيين حول العالم للقيام بالمثل. مشاهد كهذه نادرة الحدوث في مكسيكو سيتي. عشرات آلاف المبشرين المسيحيين من كامل أمريكا اللاتينية نزلوا إلى الشوارع للتبشير بالإنجيل. المرسلة البرازيلية يونيس دي سانتي كانت بينهم. أنا موجودة هنا لأنني صائدة نفوس الناس كما قال المسيح لبطرس، وأنا هنا لكي أشجع الناس على التقابل مع المسيح يسوع. يسوع هو كل شيء أنا أمتلكه. في نهاية يوم وليلة من التبشير، اختتمت حملة 1,000,000 شخص للمسيح نشاطاتها باجتماع صلاة في مدرجات ملعب أزديكا. دي سانتي قالت إن زوجها توفي قبل شهرين فقط، وعلى رغم آلامها النفسية أصرت على المشاركة في تبشير مكسيكو سيتي. كان لدي خياران، إما البقاء في المنزل لكي أواصل البكاء على فقدان زوجي المتوفي، أو المجيء إلى هنا لكي أخبر الناس عن يسوع وأبشرهم بأن يسوع حي. هذا حدث ضخم يهدف إلى ربح النفوس للمسيح يسوع، إنه أمر مذهل. أوميا الفرايز من جمهورية الدومينيكان شرحت الهدف من اللقاء في المدرجات. نحن لسنا هنا للتبشير اليوم فقط، لقد كنا نبشر بالإنجيل في كل مكان، في كل زاوية، في كل حي، في كل جزء من أجزاء المدينة، وفي الأرياف التي خارج المدينة. إنه نوع من الاحتفال. الذين شاركوا بحملة 1,000,000 شخص للمسيح صلوا من أجل إلهام مسيحيين آخرين للتمثل بهم وتنظيم حملات تبشيرية مماثلة في أمريكا اللاتينية وحول العالم. في الحقيقة أنا ذهلت للأمر دوت. مكسيكو سيتي تاني أكتر مدينة مزدحمة في العالم. 100,000 شخص من أنحاء أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمكسيك نزلوا على مكسيكو سيتي. 100,000 شخص يوزعوا نبذ ويتكلموا ويدوا أناجيل بمنتهى المحبة. يا ترى هيجي اليوم اللي تقرر الكنيسة العربية حتى في الأماكن المفتوحة ليها إنها تعمل كده، ولا كل كنيسة عايزة تحافظ على أعضائها اللي بيدفعوا المهيات بتاعت الشغالين فيها وبيتخنقوا على مين؟ يا جماعة يا جماعة، أتمنى إن احنا ما نكونش شعار أو أداة بيستخدمها إبليس من غير ما ندرى، علشان خاطر نكون عائق أمام رسالة الإنجيل. وأنا عارف إن هيجي اليوم اللي فيه كلمة الله هتملأ الأرض كما تغطي المياه البحر، مش بس عن طريق الفضائيات لكن عن طريق أعمال زي كده كمان. عشان كده أنا بشجع حضراتكم جداً إن حطوا كل وقتكم ومجهودكم إزاي فعلاً تكونوا رابحين للنفوس. لما الرب يسوع قال اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، لما الرب يسوع قال إنه دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لما الرسول بولس قال كيف يؤمنون بلا كارز، إزاي هيسمعوا من غير كارز؟ الله هو بيتكلم، ما كانش مجرد بيدي اقتراحات جميلة نعملها في وقت الفراغ أو لما مزاجنا يكون رايق أو لما بقاش عندنا مشغوليات كتيرة أو لو ما نكون يعني نعرف أكتر. لا يا جماعة، اذهب خبر بكم صنع بك الرب ورحمك. الله في المسيح قال الكلام دوت لناس نالوا أعمال شفاء من إيديه، ما كانوش ناس متعلمين. الراجل الأعمى المولود أعمى، جم الناس بقى اللي بيفهموا قوي بقى في الكتاب المقدس وفي الناس اللي بقى متدينين اللي هم بقى إيه يعني الكبارة، يقولوا له أنت مش عارف إن دوت ده مش من ربنا، بيقولوا له كده. وبدأوا بقى إيه يمسكوه الراجل فتح يا جماعة، الراجل فتح، الراجل ده مولود أعمى وفتح. تقنعه بإيه؟ حضرتك بتقنعه بإيه؟ قال لهم إن كان من الله أو ليس من الله لست أعلم، أنا ما عنديش الحجة اللي أقدر بيها أقف قصاد حضراتكم ولا حافظ آيات ولا عارف حاجة، لكن أنا عارف شيء واحد بس، إني كنت أعمى والآن أبصر. عشان كده محتاجين إن احنا نصلي كمان إن ما يكونش كلامنا وكرازتنا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن ببرهان الروح والقوة. الكنيسة اللي سندها الحقيقي والناس اللي سندها الحقيقي هي قوة الله العاملة معاهم. تروح لربنا تقول له ها أنا ذا ارسلني، أنا تحت أمرك، عيني ليك، أعضائي ملكك، عيني رجلي، إيدي، فلوسي، ولادي، مستقبلي، طموحاتي بين إيديك استخدمها. يروح حاطط فوق كل الإمكانيات الطبيعية دي إمكانيات معجزية من عنده علشان خاطر يكون فضل القوة لله لا منا. وعلشان خاطر كمان الله لما بيلمس اللمسة الحقيقية بتاعته مهما التشكيكات جت، الله بيبقى حط البذرة من جوه، والشهادة بتاعته هي اللي بتفوق أي عوامل ذهنية تانية. عشان كده الموضوع ده طبعا موضوع يطول شرحه معناه ايه اللي انا بقوله، لكن انا عارف ان كتير هيفهموني. احنا محتاجين نبقى على ركبنا، محتاجين نصلي ومحتاجين نستسلم، ومحتاجين في الاول نحط بين ايديه الخمس خبزات. معاك 5 خبزات وسمكتين، تقول له طب بص خد نص، خد ديل السمكه ده، ما هو كده او كده اصلا مش هاكله، مش همصمصه، خد ديل السمكه، خد ديل سمكه وخد ربع رغيف. مش انت بقى تقدر تعمل معجزات؟ خلاص، هو انت ضروري تاخد اللي حيلتي، ضروري تاخد الرغيفين، الكام رغيف في ال5 خبزات اللي معايا والسمكتين؟ طب ما تسيب لي حاجه. الولد اللي كان واخد اللانش بتاعه راح استسلم واداه بكل. عشان كده كتروا. الكلام ده الحقيقه بوجهه لنفسي اول واحد وانا اول الخطاه، ولينا كلنا. الله مش طالب الفضله. عشان كده انا بقول لحضراتكم انه خلونا نستثمر في كل حاجه ربنا بيستخدمها علشان خاطر مجده، في الصلاه، في فهم الاوقات والازمنه، في الفضائيات اللي فعلا بتقدم رساله المسيح، وايضا ان احنا نكون حازين ارجلنا باستعداد انجيل السلام، ونكون مستعدين دايما في وقت مناسب وغير مناسب ان احنا نكون اداته لصنع هذا الامر. في سؤال من احد الاحباء المسلمين، يعني انا هختار السؤال دوت، بيقول ما يحدث في الدول العربيه، هو من اخ مسلم، عباره عن الايام الاخيره ومجيء المسيح الثاني. اريد ان اعرف ماذا تقصد بالمسيح الثاني. ما بتكلمش على مسيح ثاني، بتكلم على المسيح واحد جاء في الجسد علشان خاطر يفدي البشريه، وسياتي ثانيه في المجد علشان خاطر ياخد كنيسته، وعلشان خاطر يسود، وعلشان خاطر يدين العالم. وبيقول ليس هناك إلا مسيح واحد وسيأتي في آخر الزمان. ولدي سؤال آخر إذا سمحت، بعض النصوص في الإنجيل محرفة، فهل هذا صحيح؟ دي أكبر كذبة عملها إبليس، لأن احنا طبعا عندنا برامج كتيرة قوي، في مثلا برنامج أسئلة حائرة وبرامج أخرى كتيرة اتكلمنا فيها عن الموضوع دوت، لكن خليني أقول حاجة سريعة لكل الناس اللي بيقولوا إنه الإنجيل محرف. نمرة 1، لما حضرتك بتقول الإنجيل محرف يبقى أكيد معاك النسخة الصح. ما هو أنت إزاي بتقول إن هو تحريف؟ ما أنت لازم يبقى معاك الصح. حضرتك النهاردة لو معاك 5 جنيه، 10 دولار، 100 دولار مزيفين، ليه؟ لأن أصلا في 100 دولار حقيقية، فبتقدر تكتشف الزيف. لكن عمر ما حد جه قال مثلا إيه، على فكرة ال3 دولار دي مزيفة، الورقة أم 3 دولار دي مزيفة. ليه؟ لأن أصلا ما فيش 3 دولار ورق. تمام؟ فنمرة 1، اللي بيقول إنه مزيف، طب ما يجيب لنا الحقيقي. طب وإمتى حصل التزييف؟ إمتى حصل؟ في أي وقت بالظبط؟ حضرتك اللي بتقول إن مزيف جيت في القرن 7، ماشي؟ ال7 قرون ديت اتزيف إمتى؟ ومين اللي زيفه؟ وإزاي إنه ملايين الناس حوالين العالم وافقت على التزييف؟ والحاجة الأخيرة، إذا كان الله ساهر على كلمته، وإنه في عرف حضراتكم إنه يعني إن أتينا الذكر وإن له لحافظون، يبقى إذا كان الله مش قادر إن هو يحفظ كلامه، وإذا كان أهل الكتاب وجادلوهم بالتي هي أحسن، وإذا عزتم حاجة روحوا اسألوا أهل الكتاب من قبلكم، طب إزاي في الوقت دوت في القرن 7 بيقول اسألوا أهل الكتاب، وفي نفس الوقت الكتاب دوت اللي في إيديهم مزيف؟ منين جت القصة دي؟ دي بعض الحاجات السريعة اللي لمحات. أنا يعني ما فيش وقت طبعا، لأنه في حاجات كتيرة اتكلمنا فيها عن الموضوع دوت. المهم عشان خاطر وقت الحلقة السريعة جدا، أنا عايز بس أعرض على حضراتكم برنامجين صغيرين هيكونوا موجودين على قناة الحرية، وأحب جدا أنه من النهاردة نبتدي نستقبل كل الأسئلة بتاعت حضراتكم من ناحيتها. عندنا البرنامج بتاع أتسبونا تدرس يا عقوب، بشكركم على كل الأسئلة وبنشجعكم أنك انتوا تسألوا. أتسبونا موجود علشان خاطر يكون يجاوب على كل الأسئلة بتاعت حضراتكم. لكن في برنامجين صغيرين أحب أن أتكلم عنهم إن شاء الله. في شهر يوليو هيكون عندنا برنامج مسيح الأسرة مع الدكتور نبيل باقي والدكتورة سهير حنا. أحب أن احنا نعرض بسرعة البرومو عنه، وبطلب من حضراتكم ان انتم من دلوقتي تبعتوا لنا كل الأسئلة اللي عندكم فيما يتعلق بالأسرة، تربية الأولاد، اختيار شريك الحياة وما إلى ذلك. خلونا نشوف البرومو السريع دوت ونرجع تاني مع حضراتكم. خد مكانك جوا بيتنا يا يسوع واسكن معانا، واحنا هنعيش لك حياتنا بالمخافة وبالأمانة. احنا رافضين تبقى جوا بيتنا ضيف، انت ليك كل الحاجات واحرزنا مفاتيح بيبان البيت، وقدسنا وتعالى السلام من غير وجودك في الوسط حاجة استحالة. احنا عايزين بيتنا ده بيت للمسيح، بيت جاهز لك ليك في قلبه مكان مريح. عايزين بيتنا ده بيت للمسيح، بيت جاهز لك ليك في قلبه مكان مريح. أيوة عايزين بيتنا ده بيت للمسيح. بنرحب بكل أسئلتكم علشان خاطر يعني عايزين يكون استغلال الوقت. البرنامج وقت مهم جدا، اختباراتكم، أي حاجة إيجابية أي حاجة سلبية، حاجات كتيرة خالص. المشاكل الأسرية مشاكل كبيرة جدا، والبرنامج ده هيكون من البرامج المميزة جدا. طبعا دكتور نبيل والدكتورة سهير غنيين عن التعريف. معرفش وقت البرومو التاني بتاع أبيض من تاني، لو بس دقيقة ممكن برضو نشوفه بسرعة. ده هيكون برنامج عن خلونا يعني شغلوه أنا بتكلم بشرحه، يعني بدل الميوزك، يعني بحيث ان انا اشرح للناس البرنامج ده هيكون ايه. فممكن نشغل البرومو وانا بتكلم عنه. البرنامج ده هيكون برنامج مخصص ازاي ان احنا نتغير من حالتنا، ازاي انه هيكون في تركيز كبير في الفترة الاولى من البرنامج دوت يمكن للست شهور الجاية على موضوع الادمان بكل أبعاده، سواء إدمان المخدرات أو الإدمان اللي هو السلوكي زي الإدمان الجنسي، زي الجامبلينج أو القمار والإنترنت والجيمز والحاجات دي كلها. عشان خاطر كده حتى وحضراتكم بتشوفوا إزاي الإدمان دوت نفهمه، إزاي نقدر نعرفه في ولادنا، إزاي نقدر نعالجه، إيه هي الوسائل اللي بنستخدمها كأدوية، الوسائل اللي بنستخدمها كوقاية مش علاج بس، إيه الحاجات اللي بنستخدمها على المستوى السيكولوجي، على المستوى الاجتماعي، وأيضا على المستوى الروحي. مشكلة الإدمان مشكلة كبيرة جدا جدا النهاردة في سواء في بلادنا في الشرق أو هنا في الغرب. فعليا وصلت إلى الحد أن تبقى epidemic proportion، يعني فعلا أصبحت وباء. لكن البرنامج ده هيكون برنامج لايف، هنشوفه إن شاء الله في خلال الأسبوعين اللي جايين، وهكون أنا بقدمه لحضراتكم وأسئلتكم عنه، أسئلتكم نتصرف إزاي، أسئلتكم القصص اللي عندكم عايزين تقولوها لنا، كل ما يعني ليكم في هذا الأمر نحب ان احنا نستقبله، سواء عن طريق التليفونات اللي بتلاقوها على الشاشة، سواء عن طريق الفايبر او الاس ام اس، الواتساب، كل حاجة. يا ريت الحاجات دي تتحط على الشاشة لو تسمحوا. انه يعني احنا مفتوحين ان يكون كل حاجة، ويكون عندنا حصيلة كبيرة جدا من الأسئلة، من الخبرات سواء السيئة أو الإيجابية، علشان خاطر نقدر فعلا إن احنا نكون بنخدم حياة حضراتكم وحياة أولادكم. بشكركم جدا لأجل الوقت اللي اديته لنا. أشوفكم بنعمة ربنا في وقت لاحق وحلقة قادمة من 10/40. ربنا معاكم.